بسم الله الرحمن الرحيم. الأحد 10 ديسمبر 2017، صباح الخير على حضراتكم. طبعا ما فيش شك أنه العالم كله ما زال بيتحدث عن تداعيات قرار ترامب بخصوص القدس. في فقرتنا الإخبارية إن شاء الله طبعا هيكون كمان زي امبارح يعني أغلب التغطية وأغلب الأخبار هتكون متعلقة بهذا الموضوع. امبارح الحقيقة كان في مظاهرات حول العالم كله، أعتقد أنه رد الفعل الشعبي، وده كلام يعني لا لوم على الحكومات ولا عتاب على الدول، ده كلام من على الأرض، إنه رد الفعل الشعبي ورد الفعل شعوب العالم كلها الحقيقة أقوى بكثير جدا من ردود الأفعال الرسمية اللي بتخرج بشكل رسمي من الدول والأنظمة والأجهزة المختلفة الحقيقة. ويمكن معنا يعني بعد قليل هنذيع لحضراتكم كده تقرير زملائي جهزوه، بعض المظاهرات يعني لقطات كده من بعض المظاهرات حول العالم، هنشوف كده مع حضراتكم دول العالم شعوب العالم كيف انتفضت، كيف ده جزء من الاحتجاجات والمظاهرات التي أخذت يعني طبعا اهتمام شعبي عالمي واهتمام عالمي بالتغطية خلال التغطية الإخبارية في المواقع. هنشوف مع بعض يعني كليب، يعني أنا حتى بقول لزملائي عايزين كليب كده في حدود دقيقتين، بيقولوا لي الحقيقة أقل حاجة قدرنا نعملها 7-8 دقايق، مع العلم إن احنا كل بلد واخدين منها ثواني. يعني الحقيقة كل دول العالم اللي ممكن تتخيلوها، إيران، أفغانستان، تركيا، بريطانيا، الدول العربية طبعا، مصر، الأردن، يعني تظاهرات شعبية على مستوى العالم غير عادية. هتشوفوا هتسمعوا مع بعض، وهنسمع كمان الهتافات، وهنسمع الناس بتقول ايه والشعب بيقول ايه. لكن صدقوني هذه الصورة وهذه التظاهرات الشعبية وردود فعل شعوب العالم هي أقوى رسالة، أقوى رسالة، إنه دائما وأبدا أو هكذا على الأقل تدار السياسة، أن القرار يأتي من الشعب، القرار يأتي من شعوب العالم، القرار يبدأ من رجل الشارع، من المواطن، هو الذي يقول ما الذي يريد، هو الذي يحدد ما الذي يريد. دي مظاهرات زي ما بقول لحضراتكم في كل دول العالم، هنشوف مع بعض كليب كامل ليها. اندونيسيا، كل بلاد العالم اللي ممكن تتخيلوها تقريبا خرجت بها مظاهرات في 48 ساعة الماضية معترضة على قرار ترامب. الحقيقة انه هتافات الناس كمان تستحق انك انت، وده هتشوفوه في الكليب، تستحق انك تسمع، تسمع الناس بتتكلم ازاي، تسمع الناس بتعبر وكيف تنفس عن غضبها لهذا القرار. عشان كده بقول لحضراتكم انه مش عايز اقول للاسف، لان ده شيء جميل ان احنا نشوف الناس في الشارع، نشوف الشعوب العالم في الشارع رافضه للارهاب، رافضه للاحتلال، رافضه للاغتصاب، ومؤيده لحق الفلسطينيين في الاراضي الفلسطينيه والقدس عاصمه لاسرائيل، القدس عاصمه لفلسطين عفوا، وليست عاصمه لاسرائيل كما اعلن ترامب. لكن الحقيقه انه من حسن الحظ ان شعوب العالم ما زالت لديها هذه الصحوه وهذه الحماسه وهذا الضمير في الوقت اللي لغاية دلوقتي كل اللي شفناه من الأجهزة، من مجلس الأمن، من الأمم المتحدة، حتى من جامعة الدول العربية بالأمس، وحنتكلم في ده، أو يعني كان اجتماع وزراء الخارجية العرب وحنتكلم في ده ونشوف لقطات منه، كل لغاية دلوقتي كلام، كلام وقرارات وبيانات وشجب وإدانة على أعلى المستويات صحيح، لكن ماذا بعد؟ المواقف الحقيقية كمان اللي رصدناها واللي العالم كله رصدها زي ما قلنا امبارح، قرار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، القرار الذي أثلج صدور يعني المواطنين العرب والمسلمين حول العالم برفضه لقاء الرئيس نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس اللي جاي مصر، المفترض ان هو نازل مصر في ديسمبر، وكان المفروض انه يبقى في موعد للمقابله بين مايك بنس وبين فضيله الامام الاكبر 19 ديسمبر، لكن فضيله الامام الاكبر رفض هذا اللقاء، واعلن البيان اللي احنا قلناه لحضراتكم بالامس، واللي قال فيه كلمه الحقيقه انها كلمه تدرس، كلمه تاريخيه، قال فيها كيف استطيع او كيف يمكن ان اجلس مع من يزيفون التاريخ، من يعطون ما لا يملكون الى من لا يستحقون. ازاي 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 اقعد مع الاداره اللي بتدي ارض مش ارضها هي لا تملكها الى من لا يستحق، الى اسرائيل. الحقيقة إنه ده كان موقف مشيخة الأزهر وفضيلة الإمام الأكبر،
زي ما بقول لحضراتكم الموقف اللي أفلج صدور العالم كله، خاصة العالم الإسلامي الحقيقة والعالم العربي. والحقيقة إنه تلا هذا الموقف بالأمس بقى، كان ده كان موقف مشيخة الأزهر، كان يوم الجمعة. امبارح السبت الحقيقة كمان هناك قرار آخر أفلج صدور المصريين على الأقل، والحقيقة إنه العرب كمان، موقف الكنيسة المصرية القبطية. الحقيقة المصريين مش مستنيين لسه مواقف جديدة عشان يثبتوا فيها حبهم وانتمائهم لهذا الوطن، وحبهم وانتمائهم للعروبة، وحبهم وتماسكهم بكل قيم السلام. الحقيقة انه الكنيسة المصرية بالأمس، وده كمان هنعلنه بعد قليل زي ما احنا، وخلينا نقول الخبر دلوقتي لانه حقيقة مهم جدا، الكنيسة المصرية بترفض استقبال نائب الرئيس الامريكي اعتراضا على تهويد القدس. الكنيسة القبطية اعلنت بالفعل رفضها استقبال مايك بنس ايضا نائب الرئيس الامريكي في زيارته المقرر لها في ديسمبر الجاري، احتجاجا واعتراضا على نقل السفارة الامريكية للقدس. بيان الكنيسة قال انه نظرا للقرار اللي اتخذته الادارة الامريكية بخصوص القدس، كان في توقيت غير مناسب ودون اي اعتبار لمشاعر ملايين من الشعوب العربية، وبالتالي تعتذر الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية عن استقبال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي خلال الزيارة المزمع القيام بها في ديسمبر الجاري. الحقيقة أنه كمان لما تقرأ بيان الكنيسة المصرية في نص البيان كاتبين في أو بيقولوا فيه أنه نصلي للجميع بالحكمة والتروية في معالجة القضايا التي تؤثر على سلام شعوب الشرق الأوسط، والله السلام يعطينا السلام في كل أوان ويحفظ الجميع في خير وسلام. ما أجمل من هذه العبارات الصادقة النابعة من القلب والنابعة من الضمير الحي، ما أجمل هذه العبارات الجميلة التي تؤكد على مبدأ العروبة ومبدأ إعطاء الحق لكل ذي حق، وألا تعطي حق إلى أهل الباطل، وألا تعطي الحق إلى من لا يستحق هذا الحق. تعالوا ناخد هاتفيا المهندس إسحاق حنة أمين عام الجمعية المصرية للتنوير. أهلا بيك يا باشمهندس. أهلا بيك يا فندم. الحقيقة أنه أنا كنت بقول دلوقتي أنه المصريين، نسيج المجتمع المصري، لا يحتاج إلى مزيد من الأدلة ليثبت ولاءه واحترامه إلى الضمير وإلى كل القيم الإنسانية وإلى المحبة وإلى السلام. إحنا مش محتاجين مواقف تانية تثبت ده، ولكن هذه المرة يمكن لأنه الموضوع يتعلق بكرامة العرب وكرامة المسلمين والمسيحيين ومعزة القدس الشريف عندنا، وما وصلنا ليه للأسف الشديد من انتهاك تام لحقوق الشعب الفلسطيني، فبالتالي هنا ردود الأفعال يمكن عليها تركيز أكبر حتى عالميا ودوليا وليس فقط محليا. موقف الكنيسة المصرية بالأمس، الكنيسة المصرية القبطية، كيف ترى باشمهندس، وكيف ترى يعني من قبل قرار مشيخة الأزهر الشريف، يعني المؤسسات الدينية التي نعول عليها دائما الحقيقة للتعبير عن نبض الشارع وفكرة عدم فصل الدين عن الشارع، هو المواطن شايف كده والمواطن المصري حاسس بكده. تفضل يا فندم. أكيد حضرتك زي ما أشرتي فعلا، هو القضية الفلسطينية طبعا هي قضية كل العرب، وهي مصر طبعا معروف قد ايه بذلت من جهد وبذلت من يعني اعمال كثيره جدا لمناصفه او لانصاف القضيه الفلسطينيه، ويعني الجميع يعرف الجهد المصري في هذا قد ايه طول التاريخ منذ يعني بدايه. الجميل ان الشعب المصري كله متعاطف دائما مع القضية الفلسطينية رغم الأحداث الصغيرة التي تأتي سلبا من رصيد هذه القضية من بعض الفصائل الفلسطينية في أوقات ما، ولكن الحقيقة الشعب المصري بيتجاوز مثل هذه الصغائر ويظل دائما مساند القضية الفلسطينية. واحدة من مؤسسات الشعب المصري هي الكنيسة المصرية، تاريخها دايما مساند للوطن عامة. صحيح. منذ يعني أن ظهرت على وجه التاريخ والكنيسة المصرية مساندة لمصر ومساندة للوطن عامة. ولعل حضراتكم والجميع يعرف موقف الكنيسة المصرية يعني
زمن البابا شنودة وموقف البابا شنودة من زيارة القدس وكيف كان هذا من أجل الضغط أيضا على إسرائيل وكان موقفا وطنيا معروفا للجميع. اليوم الكنيسة المصرية تجدد وطنيتها أولا بتلاحمها مع الشعب ومع إرادة الناس ومع إرادة الأهالي ومع إرادة الشعب وتلاحمها أيضا مع رأي وفكر الأزهر. طبعا الكنيسة المصرية الآن أيضا بتطالب بمؤتمر دولي لشرح موضوع يعني قضية القدس ولإيجاد حل، لأن الحقيقة يعني يجب أن يكون معروفا أن الجهد الأهلي والجهد المؤسسي للمؤسسات الأهلية أو المؤسسات غير السياسية مثل الكنيسة والأزهر والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني والأحزاب، كل هذا يستطيع أن يضغط في هذا الاتجاه ربما بضغوط تساوي الضغوط السياسية والدبلوماسية، وربما بعض القضايا مثل هذه القضية يكون للمجتمع المدني عامة وللمؤسسات مثل الكنيسة والأزهر وغيره الضغط الأكبر هو لأن هناك ربما في الجانب الدبلوماسي والجانب السياسي الموضوع ممكن يصل إلى يعني أمور من الصعب تداركها أو من الصعب مثل الحروب مثلا، ولكن على المستوى الشعبي يستطيع الضغط الشعبي أن يفعل الكثير بأقل الحساب، وبالتالي توجه الكنيسة المصرية إلى عقد مؤتمر دولي لمناقشة قضية القدس هو عمل في منتهى الوطنية بلا شك ومنتهى التلاحم مع الشعب المصري والشعوب العربية والشعب الفلسطيني. وأعتقد أن ده أيضا يعني لابد أن يضع في اعتبار المتعصبين أن القضايا الوطنية هي فوق كل اعتبار، أن يجب أن نتعامل في قضايانا الوطنية بهذا صحيح وخاصة فيما يتعلق بقضايا العروبة بالنسبة لنا. بشمهندس إسحاق اسمح لي بس أتوجه ليك بسؤالي الأخير وهو أيضا من النقاط الهامة جدا، يعني البعض يتحدث الآن هذه الأيام عن يعني الذهاب إلى القدس، البعض الآخر يرى أنه في فكرة الدعوة إلى الذهاب والحشد إلى الذهاب إلى القدس فإنه هذا نعود مرة أخرى للحديث عن التطبيع باعتبار أنه في أغلب الأحوال الدخول إلى القدس لا يتم إلا عبر البوابات الإسرائيلية. خلينا نتحدث في الجزء اللي ربما حضرتك ممكن تكلمنا عنه باستفاضة وهو موقف الكنيسة من زيارة الأقباط إلى القدس. إحنا بنتكلم على يعني مقدسات إسلامية ومسيحية هناك، بنتحدث عن رغبة حقيقية لدى كل مصري الحقيقة في الذهاب إلى القدس. كيف ترى ذلك الأمر بما لا يتعارض يعني فكرة أنه أنا أحقق المصلحة أنه ندعم الشعب الفلسطيني، ندعم أبناء القدس، نكون هناك، ولكن يعني لا يتعارض ذلك مع الخوف أو مخاوف البعض من التطبيع؟ أشكرك. طبعا السؤال ده دائما يعني بيعمل لبس عند الكثيرين، لأنه الحقيقة مثلا واحد رئيس أبو مازن طالب الشعوب العربية وطلب الشعب المصري كثيرا بأن نزور القدس، وأن زيارة الشعوب العربية للقدس هي في صالح الشعب الفلسطيني من ناحية الاقتصادية ومن ناحية التعضيد النفسي والإنساني. يعني اللي يجب أن نفرق بينه هو فكرة أن من يذهب إلى القدس من العرب ومن المصريين بهدف السياحة وبهدف الحج مثلا فهي عملية يعني مختلفة تماما عن فكرة التطبيع. التطبيع هو لابد أن يكون في تلاحم أو تلامس أو تعاون مع جانب إسرائيلي ما اندماج ما سواء سياسي اقتصادي اجتماعي وخاصة الثقافي والثقافي والاجتماعي طبعا اجتماعي فإذا هنا لابد أن نفرق بين هذا، لأن في زيارة المصريين والعرب للقدس هو في هناك تعضيد لأخواتنا الفلسطينيين
على مستويات كثيرة كما أشرت. أما الذهاب إلى يعني القدس مثلا من أجل التبارك بالمقدسات الدينية هناك، فده حضرتك ما بتشوفش أنه هو بيندرج تحت التطبيع؟ هن هو ده السياحة، تعتبرها سياحة دينية، ومن يذهب هناك وبيذهب لهذه الفكرة تحديدا وليس له علاقة بأي جهة إسرائيلية ولا يتعامل مع أي جهة إسرائيلية أولا، لأنها وفكرة عبوره أو دخوله ووصوله إلى القدس عبر البوابات الإسرائيلية، حضرتك بتشوف أنه ده لا يعتبر برضو جزء من التطبيع، وإنما ربما دي إجراءات واقعية طبيعية واقعية، يعني لا نستطيع أن نغير هذا الواقع الآن بفكرة مقاطعة أخواتنا في فلسطين. يعني أشكرك جزيل الشكر المهندس إسحاق حنا أمين عام الجمعية المصرية للتنوير. ده الخبر زي ما بقول لحضراتكم اللي امبارح الحقيقة تصدر المشهد، خبر بيان الكنيسة المصرية ورفضها لاستقبال مايك بنس. الحقيقة أنا مش عارفة مايك بنس لما هينزل مصر هيقابل مين، ومش عارفة لما هينزل المنطقة في زيارته للمنطقة هيقابل مين. أبو مازن كمان بالأمس طلع بيان أعلن فيه أنه يعني بيرفض لقاء مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي في زيارته المرتقبة في تقريبا 20 ما بين 19 و20 ديسمبر الجاري إلى المنطقة. هي زيارة المفروض أن هو جاي مصر، والمفروض أنه طلع من مصر على إسرائيل بعدها، وأعتقد بعدها أعتقد طالع الأردن بعدها. فإحنا لغاية دلوقتي عندنا هو كان طالب أنه يقابل شيخ الأزهر رفض، كان طالب يقابل الكنيسة المصرية رفضت، كان طالب يقابل أبو مازن لما يطلع هناك رفض. فيعني أنا ما أعرفش الحقيقة فاضل مين تاني، ولكن في كل الأحوال هنشوف إيه التداعيات. خلينا بس نقول آخر الأخبار أنه خليني الأول بس أقول بمناسبة الأزهر الشريف، الحقيقة امبارح مؤسسة الأزهر الشريف بتبدأ الترتيبات النهائية للمؤتمر العالمي لنصرة القدس. الحقيقة أنه مشيخة الأزهر الشريف بدأت بالفعل أمس السبت الترتيبات النهائية بحضور عدد كبير من الخبراء للتحضير للمؤتمر العالمي لنصرة القدس اللي أعلن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الدعوة إليه عاجلا للتأكيد على رفض القرارات الأمريكية الباطلة بحق القدس المحتلة، وبحث اتخاذ خطوات عملية لدعم الهوية العربية والفلسطينية للمدينة المقدسة. المؤتمر المفترض أنه هو هيعقد في يناير إن شاء الله الشهر الجاي في القاهرة بالاشتراك مع مجلس حكماء المسلمين. الأزهر الشريف الحقيقة حريص أنه يوجه دعوة لكبار رجال الدين والثقافة والسياسيين المعنيين بالقضية لحضور هذا المؤتمر، قيادات دينية وإسلامية ومسيحية ومنظمات إقليمية ودولية ذات صلة أيضا مدعوة. الهدف من المؤتمر الخروج زي ما بنقول كده بقرارات عملية، بس تكون القرارات دي اولا يعني قابله للتطبيق وتكون متناسبه مع حجم التحديات الخطيره اللي بتهدد اولى القبلتين وثالث الحرمين ومصر خاتم الانبياء والمرسلين. وفكره ان احنا كمان من خلال هذه المؤتمرات نحذر من اشاعه الكراهيه بين الشعوب بهذه القرارات الظالمه واللا انسانيه. عايزه بس اقول لحضراتكم انه يعني لما 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 نشوف مظاهرات العالم كلها، ما هو انت النهارده لما تطلع ليه احنا بنقول انه قرار زي ده مش بس ليه تداعيات على حق الفلسطينيين في يعني القدس عاصمة لإسرائيل، القدس الشرقية عاصمة لإسرائيل، مش بس عاصمة عفوا لفلسطين وليست عاصمة لإسرائيل، ليه بنقول إنه قرار ده ظالم ومجحف، وإنه أمريكا زي ما حتى أبو مازن صرح أكتر من مرة لم تعد الآن يعني تمثل أو لا تستطيع الآن أن تكون وسيطا في عملية السلام بعد هذا القرار الظالم الأخير؟ ليه كل ده؟ ليه كمان بنقول إن مع ده كمان في هنا فتن بتحصل وفي هنا كراهية بتحصل؟ يعني انت النهارده لما يكون عندك مظاهرات في اي مكان في العالم، في الصومال، في ماليزيا، في اندونيسيا، في دولة عربية، اي مكان، السؤال دلوقتي هل لما يطلع ناس في مظاهرات وتروح مثلا حرق علم امريكا، مش هتكلم على اسرائيل، حرق علم امريكا، حرق علم عليه صورة ترامب، هل الشعب الامريكي لا يغضب من هذه الممارسات؟ ما هو في ناس منه بتغضب، بتقول لك لا العلم بتاعنا، اي شعب في العالم عنده وطنيه يغضب طبعا لما يشوف انه العلم الخاص ببلده ووطنه بيتم حرقه او الاساءه ليه او دهسه بالاقدام. فهنا طبعا فكره، ده انا بتكلم على حضراتكم على ابسط صوره من نشر الكراهيه، ابسط حاجه
خد بقى ما بعد ذلك، خد بقى دعوات المقاطعة، خد بقى المقالات الصحفية وانتشار الأخبار في المواقع المختلفة، خد بقى تبادل الاتهامات، خد كل الكلام ده. أنا بتكلم على أبسط حاجة، أبسط حاجة. الهلال الأحمر الفلسطيني أعلن إصابة 90 شخص في كافة المدن الفلسطينية، ده مواجهات أمس السبت طبعا، ده مش المحصلة، ده مش الرقم التوتال مع قوات الأمن الإسرائيلية. طبعا الخميس الماضي احنا عارفين أنه المواجهات كانت بدأت بالفعل بين المحتجين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية على خلفية قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونيته نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس. المواجهات ربما بلغت أو كانت يعني أصعب يوم ليها أو ذروتها بلغتها يوم الجمعة الماضي أو الأمس، للأسف استشهد فلسطينيين وفلسطينيين وأصيب أكثر من 1000 شخص، ده كان أول امبارح. امبارح الحقيقة المعلومات بتؤكد استشهاد 4 من الفلسطينيين وبالفعل إصابة أكثر من 1000 من أبناء الشعب الفلسطيني. الطيران الإسرائيلي طبعا واصل شن غاراته على قطاع غزة ردا على صواريخ سقطت في إسرائيل. أنا عايز أقول لحضراتكم حاجة قبل بس ما أخد اتصال هاتفي. ما يحدث في فلسطين الحقيقة أنه كل التحية علينا جميعا أن نوجهها إلى أبناء الحجارة، الحقيقة يعني الحقيقة. وأنا هنا مش يعني لن أدخل في نطاق التراشق أو توجيه الاتهامات أو غيره، يعني أيا كان بقى حركات سياسية الذراع مش عارفة حركة إيه ولا كتائب إيه الذراع السياسي لحركة معرفش مين، لا يعنيني كل الكلام ده. احنا ما شفناش لسه حاجه لغايه دلوقتي منهم، لكن احنا شفنا، ودي مش اول مره، احنا شفنا ابطال الحجاره، احنا شفنا ابناء الحجاره، احنا شفنا المرابطون الفلسطينيون المرابطون اللي بينزلوا كل ما يملكوا من سلاح هو الطوب والحجاره والايمان الموقور في القلب الموجود في القلب بانه هذه الارض هي ارض فلسطينيه وهذه الارض محتله من العدو الأول لنا جميعا إسرائيل. الحقيقة أن الشباب دول والناس دي برح لما تتابع وتشوف الشباب وهم طالعين بيجروا على الحواجز اللي قدامهم الناحية التانية إسرائيل، أنا عارفة أنه الكلام ده مش جديد، الكلام ده بقاله عشرات السنين وإحنا بنشوفه، بتشوف الجانب العدو الإسرائيلي، الجيش الإسرائيلي بتشوف معاه كل أنواع الأسلحة، الرصاص المطاطي والرصاص الحي، وبتشوف الغازات المسيلة للدموع، بتشوف كل حاجة معاه، كل أنواع الأسلحة معاه، وفي المقابل وخط في النص، وفي المقابل بتشوف شباب ورجال وأطفال فلسطينيين وفتيات ونساء فلسطينيين كل ما يملكوه في أيديهم هو الحجارة. شعب عزل، هم عزل، هم معهمش سلاح. الحقيقة أنه المشهد ده خلونا بس كده نفكر بصورة أشمل شوية. هل حضراتكم في تاريخ الصراعات والحروب في العالم منذ بدء الخليقة هل حد شاف مشهد زي ده إلا في فلسطين إلا من أبناء الحجارة؟ لا أعتقد، لا أعتقد. الشباب دي كلها بتطلع وهي عارفة إنه مصيرها في الآخر ممكن يبقى جوه عربية الإسعاف اللي زي دي، يا إما مصاب يا إما شهيد. الحقيقة الحقيقة هؤلاء الفلسطينيون المرابطون بالحجارة والطوب واللي قلوبهم مليئة بهذا الكم من الإيمان، الإيمان بالقضية الفلسطينية وبأنه ده حقنا حق. بصوا الست الضابطة الإسرائيلية، معاملات وحشية من الجانب الإسرائيلي، من ضرب وتعذيب وسحل على الأرض وإهانة ودهس بالأرجل. ده نزل لهم امبارح باللقطات دي، لقطة الخيول دي كانت غريبة امبارح بقى شفناها في نشرات الأخبار. يقبضوا ولا بيفرق معاهم، ولا هم عندهم أعمى، ما بيشوفوش قدامهم، لا رجل مسن ولا شيخ كبير ولا امرأة ولا سيدة حامل ولا قعيد مثلا أو مقعد، ولا مقعد مثلا على كرسي متحرك، ولا طفل صغير، ولا حد مصاب، ولا ما عندهمش تمييز. اللي بيشوفوه قدامهم على طول ضرب وسحل وإهانة وتعذيب وقتل. الحقيقة كل التحية، كل التحية، وأنا أعلم أنه لقناة دريم ولقنواتنا في مصر مشاهدة عالية في فلسطين من أبناء الشعب الفلسطيني. أتمنى وأدعو الله أنكم تكونوا بتسمعوا الكلام ده، أتمنى من الله أنكم تعرفوا أن إحنا قلوبنا حقيقي معاكم، مع أبطال الحجارة، أبطال الحجارة. لا أتحدث هنا عن حركات ولا كتائب ولا فصائل، ما اعرفش الناس دي بتعمل ايه، يعني كل واحد
يعني يشوف كده هو دوره ايه، يعني البعض الفصائل والكتائب والذراع السياسي وكذا وكذا، الناس دي مش المفروض ان هي بقالها سنين بتشتري سلاح وبقالها سنين عندها مفروض يعني عندها من المال وبتشتري سلاح وبتعقد صفقات، اين السلاح؟ اين السلاح لما احنا لغايه اللحظه دي شايفين على الارض، احنا بنتكلم اللي على الارض، بنتكلم على المشاهد اللي قدامكم على الشاشه، على الارض اقوى سلاح حتى الان هو هؤلاء الشعب، هذا الشعب الفلسطيني الذي يرابط على الارض كل اللي في ايده، الطوب والحجاره. فين السلاح بقى اللي من عشرات السنوات حماس وغير حماس والفصائل وكله بيشتريه؟ في مصيره فين؟ فين هذا السلاح؟ خلونا ناخد هاتفيا معانا الاتصال. خلينا ناخد هاتفيا السيد خالد البطش القيادي في حركه الجهاد الاسلامي. سيد خالد تحياتي ليك يا فندم. حياكم الله، اهلا وسهلا. اهلا اهلا وسهلا. الحقيقه بسيد خالد انه الموقف يعني ما زال محتدم، لم تهدأ الاجواء بل بالعكس هي في تصاعد. للاسف المعلومات انه حتى الامس يعني عدد شهداء الفلسطينيين زاد الى 4 مع اكثر من 1000 مصاب وجريح. ما هو الوضع الان على الارض سيد خالد لمن يعني لم يتابع، ما هو الوضع حتى اللحظه على الارض؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا اود ان اوجه التحيه لبرنامجكم ولك شخصيا ومتابعين قضيتكم العزيزه على اهتمامكم بما يدور اليوم في شارع في القدس وضواحيها، وعلى هذا الحس الوطني والقومي الذي نتمنى ان يستمر لدى كل الاشقاء العرب، وكذلك على هذا الوعي المتميز لديكم، بارك الله فيكم وفي مصر العزيزه العظيمه التي دائما كانت معنا ولا تزال. اولا فيما يتعلق بالوضع على الارض، هناك حراك جماهيري فلسطيني يمتد لكل ساحه، غزه، قصه، القدس، الداخل المحتل، مخيمات لبنان، مخيمات سوريا، في كل مكان ناهيك عن التفاعل العربي والاسلامي، لان الامريكان استاذ العزيز ارادوا ان ياخذوا عاصمتنا. نعم. هم سرقوا العاصمه، هؤلاء لصوص السياسه ارادوا ان ياخذوا عاصمتنا مصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وايضا ميلاد عيسى بن مريم عليه السلام. هم أرادوا أن يهودوا الأقصى والقيامة، لذا هناك عملية سرقة سياسية واضحة من قبل المهبود ترامب، هذا الذي يعالج جون بقر حقيقي، لديه مشكلة، عنده مشكلة نفسية كبيرة، أراد أن يأخذ العاصمة، يأخذ مصر النبي محمد وقيامة عيسى عليه السلام لكي تصبح هيكلا ومعبد للصهاينة، لذا الكل اليوم يقف خلف القدس وخلف المسرى لأنه لن يكون أبدا لصهاينة الغزاة، لذا الحراك الوطني في يعني أسد. ربما حتى اللحظة أنا سمعت حضرتك تتحدث وتسألي أين السلاح؟ في هذه المرحلة وقت الفاضلة الذي أخرج هذا القرار هو الأمريكان، وبالتالي إذا أعاقب طيبا أعاقب الأمريكان، وبالتالي نيفادا وكاليفورنيا وكذلك ميامي ليس على المقربة من القدس أو القاهرة حتى تتوجه اليها صواريخنا او حتى نحاول ان نعتدي او ان نرد على هذا العدوان والعدوان الامريكي، لذا المعركه مع الامريكان سياسيه، وعندما نقول معركه سياسيه مع الامريكان يستدعي تدخلا عربيا واسلاميا على المستوى السياسي والدبلوماسي من قبل عواصم عربيه ومعاقبه امريكا، بمعنى قطع علاقات دبلوماسيه مع امريكا، سحب الودائع، وقف النفط، وقف الصفقات التجارية، وقف التسليح من أمريكا، إلغاء ووقف كل أشكال التعاون والتعاطي، مقاطعة المنتجات الأمريكية وهو سلاح أيضا قوي جدا، ومقاطعة المنتجات الأمريكية، وكذلك إلغاء فقط لو جمدنا الصفقات من التجارية والتسليح مع أمريكا، ننتبه الأمريكي أن دولته الكبيرة تسيء للناس وتعاقب. أما على المستوى الصهيوني وهذا المهم، نحن أختي الفاضلة في حالة مستمر معه منذ العام 48، وبالتالي نحن اليوم نريد ان ينتبه معنا الجمهور الكريم والمستمع الكريم، المعركه الان سياسيه، نريد ان تبقى المعركه بالجمهور معركه سياسيه تساندها الجماهير وتحميها المقاومه، لذلك نحن نقول اذا تطلب الامر اختي الفاضله، اذا تحول هذا الحراك الشعبي واذا زاد ميزان الدم، اليوم لدينا 4 شهداء وهناك رد احيانا بالصواريخ على هذا العدوان، لكن اذا تحول ميزان الدم العمل الجماعي الى قتل اكثر، لن يكون امامنا مناص عندها ان تتحرك القوى المسلحه والكتاب المسلح تفضلت عليها للرد والانتقام،
لكن حتى اللحظة نحن نعطي الأولوية التحرك الجماهيري الشعبي لكي يفهم العالم أن هذه القضية عادلة، يحميها الأبرياء، يحميها الآمنون، يحميها المواطن البريء أو الذي ليس بيده سلاح. يعني تبدون الحل السياسي عن الحل العسكري حتى اللحظة. نعم. الجماهير أستاذ الكريمة حتى يعبر الجميع عن رفضه لهذا القرار الأمريكي. طيب اسمح لي، هذه أولوية اليوم. نعم. إذا زاد الحد على المقروض فليس أمامنا مناص من أن تدخل، عندها يروح نذهب بالبعد الآخر وهو البعد الكفاحي المسلح. اسمح لي سيد خالد في هذا السؤال، بمناسبة يعني حدثنا عن الحلول، البعض يرى أنه أسرع حل يمكن أن نقوم به الآن أو الحل الأسرع حتى هذه اللحظة والحل الأكثر كفاءة واللي ممكن يؤتي بنتائج سريعة جدا، هو يعني أن يتوجه أبو مازن اليوم قبل الغد مباشرة إلى قطاع غزة ويعلن من هناك قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس والاعتراف بها، وأنه أنها تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما يتطلب التدخل الدولي لفض هذا الاحتلال. البعض يرى ذلك، ثم يشكك البعض الآخر في إمكانية حدوث هذا ويقول أنه ربما أبو مازن لا يقدم على هذه الخطوة. كيف ترى هذا الاقتراح سيد خالد؟ اولا انا اشكرك على هذا الاقتراح، انت وضعين صوتك على الجرح تماما. هذه الخطوه مطلوبه اليوم من محمود عباس ومنظمه التحرير الفلسطينيه. نعم، من المهم الرئيس ابو مازن يستعين بشقان العرب وان ياتي الى غزه وان يسحب الاعتراف باسرائيل. بمعنى اخر، الرئيس ابو مازن مطلوب منه اليوم خطوه واحده، ان يعيد خلط الاوراق في المجتمع الدولي. وعنوان خلط الاوراق استاذتي العزيزه اختي الكريمه امرين، هو سحب الاعتراف باسرائيل وايضا الخروج مع مجلس التسوية مع اسرائيل والذهاب الى بناء الوحده الوطنيه ودعم الدور المصري الشقيق الذي يعني يمضي اوقاتا طويله ويتعب ويشقى من اجل ذات الوحده الوطنيه. صحيح. هذه الخطوات التي نريدها اليوم من الرئيس محمود عباس، ونسال الله ان الله يعني يهديه. إذا أنتم مع هذا القرار ومع الطلب من أبو مازن بأن يعلن القدس يعني عاصمة لفلسطين؟ هي كذلك، أنا هي كذلك. الإعلان، فكرة الإعلان والاعتراف. نعم. هو مطلوب، محتاج لك أن نستفيد من برنامجكم. هي مطلوب الرئيس أبو مازن أن يذهب باتجاه الجامعة العربية ليعلن سحب الاعتراف بإسرائيل وإلغاء والخروج مع عملية التسويقية والسعادة، بمعنى إلغاء أوسلو وما فيها، ومن ثم أن يعيد الوحدة الوطنية على أشدها برعاية عربية كريمة. طيب. اليوم إذا هذا الكلام تم برعاية عربية، العرب لن يتخلوا عنه، وثانيها عندها سيأتي إلى غزة لكي يعلن ما يريد. إذا ما فعل أبو مازن ذلك سيد خالد، إذا ما فعل أبو مازن ذلك حتى يأتي رد العرب سواء بالدعم أو يعني عدم الدعم، لكن خلينا نكون متفائلين، ألا ترى أنه قد يرى العالم هذا التصرف من أبو مازن أنه أحادي، يعني أنه تصرف أحادي؟ لا مطلقا لا. يعني فكرة أنه أنا أطلع النهاردة أقول أنه القدس، أؤكد أنه القدس عاصمة لفلسطين والقدس الشرقية عاصمة لفلسطين وأنها محتلة. أستاذة دينا أختك العزيزة، لا نحتاج إلى تأكيد على هذا الموضوع، هذه عاصمتنا نحن. لدينا وثيقة السماء في سورة الإسراء عندما قال الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا ولدينا القيامة ولدينا الأقصى. نحن نحتاج خطوات فقط للرد على الموقف الأمريكي. نعم. خطوات سياسية. نعم. عندما يتخذ الرئيس أبو مازن خطوة بهذا المستوى، هذا يعني أنه خلط الأوراق، سيأتي المجتمع الدولي كله لكي يبوس قدمه لكي يعيد القرار مجددا. أما هذا هو المطلوب اليوم، إذا قام الرئيس بهذه الخطوة عندها سيعيد خلط الأوراق، سيأتي المجتمع الدولي، سيأتي كل المجتمع الدولي ليقول ما الذي حدث. عندها سنقول لهم أن هناك رئيس في البيت الأبيض اسمه ترامب لديه 10 من المستشارين وهم مستوطنون صهاينة بالدرجة الأولى، أقدموا على سرقة عاصمة الأمة، أقدموا على سرقة مصر النبي محمد. أوقفوا هذا القرار، عندها يمكن حديث، يعني هناك يفتح حديث آخر. دون ذلك نحن وضيع الوقت، لابد من مواقف رسمية من السلطة، ولا بد العرب أن يجسدوا عندها أختي الفاضلة مفهوم القدس عاصمة لفلسطين. نعم. بمزيد من الدعم، بمزيد من الانفتاح، بمزيد من التعزيز للصمود.
هذه الخطوات المطلوبة اليوم على المستوى العربي والمستوى الفلسطيني. أشكرك جزيلا. يدعم هذا الشارع ويدعم هذا الحراك الوطني ويدعم هذا كله ما نراه اليوم. أنا لابد قبل أن أختم معك. نعم. لابد أن أوجه التحية بشكل خاص إلى الأزهر وإلى شيخ الأزهر وإلى علماء الأزهر الشريف. هؤلاء الذين كانوا وما زالوا حصن للأمة وعنوان رفعتها وعنوان لكلمة الحق وكلمة الصدق. ما سمعناه من شيخ الأزهر ومن علماء الأزهر ونفكر به الأزهر اليوم، نحن بالتأكيد نعني نشد على أيديهم ونقبل يد الشيخ أحمد الطيب، كما نشكر كذلك الأقباط في مصر والأنباء قداسة بابا توادرس. نعم نعم الأنباء توادرس على موقفه أيضا الوطني والقومي والدعم لنا والدعم لقدسية القدس. هذه القدس لنا ولهم ولكل موحد بالله ولكل من يعتنق بالديانات. لذا هذه أرضنا وقبلتنا، فيها قيامة المسيح عليه السلام، فيها أقصى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. لذا أشكر باسم شعبي الشيخ أحمد الطيب على موقفه النبيل وعلى خطواته العزيزة، كما أشكر كذلك الأنبا توادرس على موقفه الرائع من موضوعكم. أشكرك جزيل الشكر السيد خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الإسلامي. يعني تحدثنا في أمور كثيرة، ربما الشارع يتساءل بهذه الأسئلة، البعض زي ما كنا بنقول الجزء الأخير في هذا الحوار أنه في 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 مقترحات كثيرة موجودة الآن، فكرة تنفيذها أو لا. ربما زي ما وجهت سؤال لسيد خالد أنه البعض يرى أنه الحل الأسرع هو في يد أبو مازن، أنه النهاردة قبل بكرة يتوجه للقدس. وعلى فكرة في ناس اللي عفوا لقطاع غزة، وعلى فكرة في ناس بتقول ان هو حتى لو قاع في رام الله ممكن يعلن ده، ما فيش مشكلة. فكرة الاعلان عن القدس عاصمة القدس الشرقية عاصمة لفلسطين، انها تقع تحت الاحتلال الاسرائيلي، يعني اعادة التأكيد مرة اخرى. نعم زي ما ذكر السيد خالد لا نحتاج الى هذا وهذا حقيقة، ولكن فكرة اعادة التحقيق الاعلان بده. طبعا هو السيد خالد بقى تحدث ايضا عن اتفاقيه اوسلو وغيرها، دي ربما نقاط اخرى كمان مهمه جدا، مهم اعتبارها كمان جدا. امبارح كان في مؤتمر في السفاره الفلسطينيه هنا في القاهره، الحقيقه وزير الخارجيه الفلسطيني رياض الملكي اكد في هذا المؤتمر الصحفي امبارح السبت انه اعتراف الرئيس الامريكي بالقدس عاصمه لاسرائيل باطل قانونا او قانونيا وسياسيا، وإنه واشنطن أصبحت طرفا في هذا الصراع. السيد الملكي أيضا أضاف في مؤتمره الصحفي أنه قال إن إحنا مش هنتعامل مع قرار ترامب، وإحنا شايفين أنه ملوش توابع أصلا على حقوق الشعب الفلسطيني، يعني ما معناه يقول اللي هو عايز يقوله. وأشار أنه القرار اللي صدر الأربعاء الماضي بيجرد واشنطن من دورها في عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. أكد كمان أنه جميع دول العالم بتعارض نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس. تعالوا نشوف مع بعض جزء من كلمة أو جزء من المؤتمر الصحفي للسفارة الفلسطينية في القاهرة الذي عقد أمس السبت لبحث تداعيات قرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس. الموقف الأمريكي موقف يتعارض مع رأي الدولي، مع القانون الدولي، مع الشرعية الدولية ومع الالتزامات الأمريكية وفق ما تم التوقيع عليه بخصوص القضية الفلسطينية. أيضا استمعتم إلى خطاب السيد الرئيس محمود عباس الذي جاء فور خطاب الرئيس ترامب، حيث أكد على الموقف الفلسطيني. وبالتالي أنا لم أعيد أو أكرر ما قاله الرئيس محمود عباس، فهو يؤكد على الموقف الفلسطيني الذي نحن نسير عليه ونؤكد عليه بالكامل. ولكن رغم ذلك هناك بعض الحقائق لا بد من التذكير بها. أولا، دولة فلسطين ترفض هذا القرار الذي صدر عن رئيس ترامب جملة وتفصيلا، ولا تتعامل معه ولا تتعامل معه كونه غير موجود. ترى دولة فلسطين أن قرار رئيس ترامب هو قرار غير شرعي،
وغير قانوني، وهو باطل قانونيا وسياسيا، ويعكس انسلاخ وتراجع الولايات المتحدة الأمريكية عن منظومة القانون الدولي، إلا أنه لا يغير ثوابت القانون الدولي في شيء. هذا القرار وهذا الإعلان لن يغير من الحقيقة القانونية أن القدس هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة. وأيضا ليس لهذا الإعلان أي توابع على المكانة القانونية لمدينة القدس أو لحقوق الشعب الفلسطيني المكفولة في القانون الدولي. إن قرار الرئيس ترامب يجرد الولايات المتحدة الأمريكية من أهليتها للعب الدور الوسيط في عملية السلام، وبالتالي بقرارها هذا هي استثنت نفسها من أن يكون لها أي دور، ليس الدور وإنما أي دور أيا كان في عملية السلام في المنطقة. امبارح كمان كان في حدث آخر يعني من الأهمية بمكان، كان في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب اللي عقد بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة. الحقيقة انه كان في كلمات كثيرة ألقيت، كان في طبعا رفض عام لقرار ترامب. هنقول لحضراتكم نص البيان الختامي اللي ضائل، يعني الحقيقة انه صدر يعني في الساعات المتأخرة من مساء أمس، لكن تعالوا الأول نسمع جزء من كلمة السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية. ما تتعرض له مدينة القدس من تهديد لوضعيتها القانونية والتاريخية لا يخص الفلسطينيين وحدهم، وإنما العرب جميعا بمسلميهم ومسيحيهم والعالم الإسلامي باتساعه. ولا يسعنا أمام هذه المنعطفات الفاصلة سوى أن نتبنى نهج المصارحة الكاملة، وأن نسمي الأسماء الأشياء بأسمائها. إن القرار الذي اتخذته الإدارة الأمريكية يوم 6 ديسمبر الجاري بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة الولايات المتحدة إليها هو قرار مستنكر ومرفوض ولا يمكن تبريره تحت أي ذريعة أو بأي منطق. إنه قرار خطير في تبعاته، سيء في مضمونه وشكله، ومقحف بالحقوق العربية، ومخالف للقانون الدولي وللقرارات الأممية. إنه قرار يدين الدولة التي اتخذتها والإدارة التي مررتها، ويضع علامة استفهام حول دورها ومدى التزامها بتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة بل وفي العالم أسره. أرجو أن أضع أمام حضراتكم وأمام الرأي العام العربي الذي يتابع بقلق التطورات الأخيرة مجموعة من النقاط التي أراها ذات أهمية. أولا، أن هذا القرار الأمريكي الذي تحركه في المقام الأول أغراض داخلية واضحة هو قرار باطل، وما يبنى عليه باطل بالضرورة، وهو لا يرتب أي آثار على الوضعية القانونية للقدس، إذ أن هذه الوضعية ثابتة بفعل قرارات أممية على رأسها قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 80 الذي يرفض ضم إسرائيل للمدينة، وآخرها القرار 2334 لعام 2016 في ديسمبر الماضي فقط الذي يؤكد على عدم الاعتراف بأي تغيرات تجريها إسرائيل على حدود 67 بغير طريق المفاوضات. ووضعية القدس محمية بمبادئ ثابتة في ميثاق الأمم المتحدة الذي لا يجيز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة
أو قيام القوة القائمة بالاحتلال بضم الأراضي التي تقع تحت سيطرتها. القدس في نظر القانون الدولي هي أرض محتلة لا سيادة لدولة الاحتلال عليها. واعتراف الولايات المتحدة بهذه السيادة ونقلها لسفارتها إلى المدينة لا يغير من هذه الحقيقة شيئا، ولا ينشئ أي أثر قانوني في تغيير وضع القدس كأرض محتلة، وإلا كانت القوة هي التي تصنع الحق وليس الحق فوق القوة، كما هو ثابت في كل الشرائع الأخلاقية والأديان السماوية والمبادئ القانونية. ثانيا، قرار الإدارة الأمريكية هو في جوهره ومضمونه شرعنة للاحتلال واعتراف بجواز فرض الأمر الواقع بالقوة، وإهدار للشرعية الدولية ومبادئ العدالة، وبالتالي فهو يضع من اتخذه في حال تناقض صارخ مع الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي. ده كان جزء من كلمة سيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية في الاجتماع الطارئ الذي عقد بالأمس في مقر الجامعة لوزراء الخارجية العرب، مقر الجامعة في القاهرة طبعا. الحقيقة أنه يعني كلمة موجزة جدا، وقال فيها أنه علينا أن نسمي الأشياء بأسمائها، وأنه هذا القرار الأمريكي قرار باطل، وبالتالي ما يترتب عليه هو باطل أيضا بالضرورة، وأنه هذا القرار بيعد إهدار للشرعية الدولية. الحقيقة أنه البيان الختامي زي ما بقول لحضراتكم، الناس يعني كان الجميع في انتظار البيان الختامي اللي صدر في ساعات متأخرة من مساء أمس. أكد البيان الختامي لمجلس جامعة الدول العربية عقب الاجتماع الطارئ على مستوى وزراء الخارجية العرب على السعي لاستصدار قرار من مجلس الأمن يؤكد أن قرار أمريكا بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل يتناقض مع قرارات الشرعية الدولية. وطلب وزراء الخارجية خارجية الدول العربية الولايات المتحدة بإلغاء قرار لا اعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل والانضمام إلى المجتمع الدولي في مطالبتها بإعادة الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى التي احتلتها في يونيو 67. وقالوا إن القرار الأمريكي بشأن القدس يقوض جهود تحقيق السلام ويعمق التوتر ويفجر الغضب ويهدد بدفع المنطقة إلى هاوية المزيد من العنف والفوضى وإراقة الدماء وعدم الاستقرار. وأضاف البيان إن الوزراء يؤكدون رفض القرار الأمريكي وإدانته واعتباره قرارا باطلا وخرقا خطيرا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة. كان هذا هو نص البيان الختامي الذي صدر من جامعة أو وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارئ بمقر الجامعة العربية. خليني قبل ما نختم أخبارنا ناخد بس خبر مهم جدا الحقيقة، يعني ليس بعيدا لأنه خبر في المنطقة والإقليم. الحقيقة أنه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن انتهاء الحرب ضد تنظيم داعش رسميا بعد 3 سنوات من القتال المباشر ما بين الشعب العراقي وداعش، وبعد فرار طبعا المسلحين إلى خارج البلاد. هذه تصريحات مهمة جدا لأنه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قايل في تصريحاته كان خلال مؤتمر الإعلام الدولي اللي بتستضيفه العاصمة العراقية، قايل أن القوات العراقية استعادت السيطرة الكاملة على آخر الأراضي التي كان يحتلها التنظيم بالقرب من الحدود مع سوريا، وأنه أعلن رسميا انتهاء الحرب ضد داعش. يمكن إعلان العبادي ده جاء بعد بيان سابق كان صدر لقيادة العمليات المشتركة العراقية أكدت فيه إكمال تحرير الأراضي العراقية من أيدي داعش، ونفس البيان برضو قال إن القوات المسلحة العراقية أحكمت بالفعل سيطرتها على الحدود الدولية العراقية السورية من منفذ الوليد حتى منفذ ربيعة. الجيش الروسي كمان كان صرح يوم الخميس الماضي، الجيش الروسي أصدر بيان أو تصريح قال فيه أنه حدث بالفعل انتهاء للعمليات العسكرية الروسية في سوريا، وأكد أنه تنظيم داعش لم يعد يسيطر على أي أراضي في البلاد. طبعا مسلحوا تنظيم داعش بعد ما يعني، وده احنا دايما بنحذر منه ودايما طول الوقت بيتم التحذير من هذه النقطة، انه في اي بلد وفي اي منطقة عندما يتفرق
تتفرق التنظيمات والميليشيات المسلحة والإرهابية، فيعني لو هم لم يدكوا في مكانهم فهو بيبقى الحل ان هم بيطلعوا او بيموت منهم اللي يموت منهم وبيطلعوا بينطلقوا الى مناطق اخرى. وبالتالي فكره، على فكره كان في تصريح من 3 أو 4 أيام برضو الاردوغان وقلب الدنيا، بس للحق يقال يعني هو التصريح اتفهم غلط، يعني اكيد مش دفاع عن اردوغان يعني بصرف النظر عن مدى حبنا ليه، لكن هو الرجل فهم كلام خاطئ من سياق الخبر. كان بيصرح بيقول انه المتشددين والمتطرفين في الرقة السورية، مدينة الرقة السورية، لما خلاص يعني تم الانتصار عليهم وقوات السورية فرضت سيطرتها على مدينة الرقة، إنه المسلحين والمتطرفين دول اللي هو برضو تبع داعش والجماعات دي كلها بيتجهوا إلى شبه جزيرة سيناء، أو اتجهوا أو حيتجهوا إلى شبه جزيرة سيناء. فهو اتفهم من التصريح بتاعه يعني تم اقتطاع كده جزء منه، واتقال إنه إردوغان بيقول إنه المسلحين طلعوا من سوريا أو من مدينة الرقة السورية راحوا على سيناء، يعني هو يفهم منه إنه هو اللي أخدهم وطلعهم على سيناء، بصرف النظر يعني هو ممكن يكون بيمول، ممكن يكون بيدفع، ممكن يكون بيخطط، دي قصة تانية، احنا بنتكلم على تصريح محدد يعني. وبالتالي عايز أرجع لنقطة أنه دائما وأبدا عندما تتقدم قوات الجيوش النظامية في أي بلد على قوات الإرهابية أو على الميليشيات والعصابات المسلحة وتبيدهم في مكان، فبيبقى السؤال ماذا بعد؟ الناس دي الميليشيات والمسلحين والعصابات وداعش والجماعات الإرهابية دي طالعين رايحين على فين؟ وبالتالي هنا أنا عندي الجيش الروسي زي ما كنا بنقول كان الخميس اللي فات صرح انه انتهى من عملياته العسكريه في العراق، عفوا في سوريا، واكد انه تنظيم داعش لم يعد يسيطر على اي اراضي في البلاد، ده في سوريا. وطبعا مسلحو التنظيم تفرقوا في مناطق مختلفه في العراق، في جزء فر من بينهم كان اعضاء التنظيم الاجانب طبعا راحوا لمناطق محدده، وبيعتقد انهم عبروا الحدود التركيه. في كلام أو معلومات أنه الجزء اللي فضل من تنظيمات الإرهابية وداعش في سوريا وفي العراق قد عبروا إلى الحدود التركية. انهيار التنظيم، تنظيم داعش بيتزامن، عشان ناخد بالنا بس لأنه طول الوقت مهم قوي أنك تربط الأحداث ببعض كحدث وكمدة زمنية أو فترة زمنية، بيتزامن مع تصاعد الهجمات في أوروبا وفي أماكن أخرى. الداعش عمالة يمكن قوتها بتقل في مناطق معينة اللي هي معششة فيها بقالها سنوات في المنطقة العربية، بس احنا بنشوف ضربات أكثر عنفا. احنا تقريبا كل كام يوم والتاني في دولة في أوروبا بنسمع أو حتى في أمريكا بنسمع عن حادث دهس بالسيارة، حادث طعن وما إلى ذلك. كان السيد حيدر العبادي أيضا في التصريح قايل إنه عدونا أراد قتل حضارتنا لكننا انتصرنا في النهاية بفضل وحدتنا وعزيمتنا، وإحنا حققنا النصر، كما صرح السيد العبادي الوزير بأنه يعني حققنا النصر في وقت بسيط جدا. طبعا إحنا عارفين بس عشان الناس اللي بتحب دايما تربط الأحداث التاريخية ببعضها، تنظيم داعش كان في 2014 نجح أنه يسيطر على مساحات واسعة في شمال وغرب البلاد أو العاصمة بغداد، وأعلن ساعتها دولة الخلافة، وأطلق العراق معركة القضاء على التنظيم واستعادة السيطرة على أراضيه. كان في دعم جوي طبعا من تحالف بتقود الولايات المتحدة الأمريكية آنذاك. ده خبر أيضا مهم جدا. إحنا الحقيقة هنعود تاني إلى يعني مركز الأحداث الآن وبؤرة الاهتمام والأحداث إلى فلسطين. الحقيقة أنه يعني حبينا كده ان احنا نشوف مع حضراتكم، طبعا احنا الانتفاضة الحالية التي تشهدها الاراضي الفلسطينية هي الانتفاضة الثالثة، وانا دايما بقول الحقيقة واكرر على هذا الكلام كل التحية وكل الاحترام وكل الدعم المفروض يكون مننا كلنا الحقيقة، من كل الشعوب العربية ومن كل شعوب العالم الى ابناء الشعب الفلسطيني، ابناء الحجارة، ابناء الانتفاضة، المرابطون الصامدون في فلسطين، من يطلعون الى المظاهرات يعلنون رغبتهم في يعني احترام بلادهم وفك الحصار عنهم، وهم لا يحملون في ايديهم سوى الطوب أو الحجارة في مقابل عدو مغتصب شرس الحقيقة يمتلك كل أنواع الأسلحة ولا يميز حتى في تعامله مع الفلسطينيين العزل، في من هو يعني رجل أم سيدة أم يعني كبير أم صغير في السن أو حتى طفل.
في مشاهد كده وفي لقطات مستحيل ان احنا ننساها. اعتقد انه محمد الدره، الطفل محمد الدره اللي كان بيحتمي في ابوه ووالده، قعد يصرخ ويقول لهم معيش سلاح، معيش سلاح، معيش سلاح، معي ابني، معي ابني، وبرضه ضربوه بالنار وموتوا ابنه في حضنه. في مشاهد كتيرة الحقيقة ما ينفعش ننساها، لكن في كل الأحوال تاريخ الانتفاضة الفلسطينية وانطلاق الانتفاضة الفلسطينية، يعني بدء الانتفاضة الثالثة الفلسطينية الآن، نأمل أنها تكون انتفاضة عربية وشعبية عالمية وليست فقط فلسطينية، لأن هذه المرة الجرح الحقيقة بيزداد عمقا، جرح في الكرامة العربية جمعاء وليس فقط للشعب الفلسطيني. هنشوف مع بعض هذا التقرير اللي أعده زميلي عمرو موسى عن تاريخ الانتفاضة الفلسطينية، وبعدها مباشرة نبدأ فقراتنا النهاردة. الحقيقة عندنا فقرتين، عندنا الفقرة الأولى هنتكلم فيها امبارح وعدنا حضراتكم يكون لنا حديث كده يعني مهم عن الكوميسا في شرم الشيخ، وإيه هو مؤتمر الكوميسا، إيه أهمية أنه مصر تنخرط مع قارة السمراء. قارة إفريقيا على فكرة بيطلق عليها دلوقتي قارة ذهبية كمان، لأنه ما بها من ثروات وما بها من يعني كنوز كثيرة جدا تؤهلها لأن تحمل هذا اللقب. إيه الأهمية لهذا الانفتاح على القارة السمراء؟ حينورنا بإذن الله سيادة النائب عمرو الجهري وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب. وبعدها مباشرة حكوا لينا فقرة تانية، فقرة الحقيقة بنفتخر جدا ان احنا بنقدمها في صباح دريم. احنا عندنا كده دور مؤمنين بيه، انه صباح دريم عليه دور انه يشجع المواهب ويشجع كل متحدي للإعاقة وكل من لديه قدرة خاصة علشان يبرز موهبة ما عنده او يحقق حلم هو كان بيسعى ليه. لو تفتكروا حضراتكم من شهور قليلة كان معنا في صباح دريم أعمال أغنية أبطال عمل تحيا مصر، الأغنية اللي قدمت بلغة الإشارة، قدمها مجموعة من الشباب الجميل جدا الطموح جدا من الصم وضعاف السمع. لو تفتكروا حضراتكم الأوبرات يمكن هنشوف لقطات كده منه ونفتكروا مع حضراتكم. الحقيقة إنه دي الأغنية، أغنية تحيا مصر اللي قدمت بلغة الإشارة، والحقيقة هزت مشاعرنا كلنا، يعني الكل حب الأغنية دي بأداء إحنا حتى تعلمنا حركات منهم، يعني تعلمنا إنه مصر ده رمزها لأن رمزها كهرم فده رمزها. اتعلمنا إنه تحيا مصر الإشارة دي، على فكرة الحاجات دي أنا اتعلمتها على الهوا يومها وأنا مع مجموعة الشباب دول، كان معايا ساعتها حمادة وكان معايا ساعتها مادونا وكان معايا ساعتها أحمد جمال وكان معايا ساعتها مترجمة العزيزة قمر، يعني كان معانا مجموعة من الشباب جميل جدا وتعلمنا منهم إشارات. الشباب دول بقى من كتر جمالهم ومن كتر كمية التحدي اللي عندهم الحقيقة وكمية الطموح الحلو اللي عندهم، ما قالوش انه خلاص اقصى طموحاتهم ان هم يقدموا اغنيه تهز المجتمع وتتعرض في المناسبات الرسميه وخلاص وشكرا ونروح بقى بيوتنا ونقعد بقى نتحسر ونقول احنا ليه عندنا اعاقه وانا ليه ما بتكلمش وانا ليه ما بسمعش زي الناس وانا ليه بتكلم بلغه الاشاره. لا، الحقيقه ان كان عندهم حلم ان هم يطلعوا يقدموا عمل مسرحي، يطلعوا على خشبه المسرح ويقدموا عمل مسرحي محترم بلغه الاشاره، في ميكس ما بين الشباب المتحدي الإعاقة من الصم وضعاف السمع وفي ميكس ما بين الشباب اللي بيتكلم ويعني بيسمع ويتكلم بشكل طبيعي. هنشوف مع بعض النهاردة مجموعة من هؤلاء الشباب أبطال مسرحية العطر اللي بيعرض في يعني على خشبة المسرح، نعرف تفاصيل على المسرحية دي. هنشرفنا إن شاء الله في الحلقة دي مجموعة من الشباب اللي موجودين هنا في الأوبريت واللي موجودين الحقيقة أبطال المسرحية، أحمد جمال ومادونا وأحمد عبد النبي ومترجمة لغة الإشارة معاهم سارة الجهري. إن شاء الله يكون دي فقرتنا التانية، ياريت نشجعهم ونقول لهم شكرا ليكم وانتم بتعملوا حاجة محترمة جدا. لكن نطلع بهذا التقرير اللي عدوا زميلي عمرو موسى عن تاريخ الانتفاضة الفلسطينية وتاريخ بطولة، خلينا نسميه كده، تاريخ بطولة أبناء الحجارة الفلسطينية. In 1995, Congress adopted the Jerusalem Embassy Act, urging the federal government to relocate the American Embassy to Jerusalem
and to recognize that that city, and so importantly, is Israel's capital. بات واضحا بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها أن الروح الثورية ما زالت صامدة تكافح أعاصير الحصار العاتية التي تحاول عرقلة القضية الفلسطينية من الرسو على شاطئ العدل والديمقراطية لتحفظ الحقوق والكرامة الإنسانية للشعب الفلسطيني. وقد استجابت الشعوب العربية برمتها لنداء القدس لها، فخرجت المظاهرات والاحتجاجات من المحيط إلى الخليج وفي عدد كبير من عواصم الدول الأوروبية للتنديد بالقرار وتؤكد وقوف الشعوب العربية مع الشعب الفلسطيني. وفي الداخل الفلسطيني ما زال الشعب الأبي ينتفض منذ أن حط الاحتلال رحاله في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1948، انتفاضة تلو أخرى خاضها الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي، تنوعت فيها الوسائل والأدوات لكنها توحدت في هدف تحرير الأرض والإنسان والمقدسات. وتتربع في الذاكرة الفلسطينية الانتفاضة التي اندلعت في ديسمبر عام 1987 وتوسعت في المدن والقرى والمخيمات بالضفة الغربية وقطاع غزة والأراضي المحتلة، وأطلقت شرارتها الأولى حادثة دهس سائق شاحنة إسرائيلي مجموعة من العمال الفلسطينيين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة على حاجز بيت حانون. كان سلاح الفلسطينيين في تلك الانتفاضة الحجارة وسميت باسم انتفاضة الحجارة، كما تم استخدام السلاح الأبيض. في مقابل ذلك استعمل الاحتلال الإسرائيلي الأسلحة النارية والدبابات، استشهد قرابة 1200 فلسطينيا بينهم حوالي 241 طفلا، وأصيب نحو 90,000 جريح، مع تدمير ونسف 1228 منزلا واقتلاع 140,000 شجرة من المزارع الفلسطينية. وقتل خلال انتفاضة الحجارة 160 إسرائيليا، وانتهت بتوقيع منظمة التحرير الفلسطينية اتفاق أسلو مع إسرائيل الذي قوبل برفض وطني واسع عام 1993. وفي عام 2000 اندلعت انتفاضة الأقصى عندما اقتحم رئيس وزراء الاحتلال الأسبق ريل شارون باحة المسجد الأقصى وقمعت قوات الاحتلال الفلسطينيين. وامتدت انتفاضة الأقصى إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، وكانت قد بدأت بمواجهات بين المصلين وجنود الاحتلال ارتقى على إثرها 7 شهداء وأصيب 250 شهيدا وقتل 13 جنديا من جيش الاحتلال الإسرائيلي. وأشعل غضب الفلسطينيين مشاهد إعدام حية للطفل محمد الدرة حين كان يحتمي بجوار أبيه ببرميل إسمنتي في شارع صلاح الدين جنوب مدينة غزة. ومقارنة بانتفاضة الحجارة، عرفت انتفاضة الأقصى بكثرة المواجهات المسلحة بين المقاومة وجيش الاحتلال، ويقدر عدد الشهداء الفلسطينيين في هذه الانتفاضة بقرابة 4,000 شهيد و 48,000 جريح ومصاب، مقابل مقتل حوالي 1,000 إسرائيلي من بينهم وزير السياحة في حكومة الاحتلال آنذاك وإصابة 4,000 إسرائيلي. الحقيقة أن مصر شهدت فعاليات مؤتمر إفريقيا 2017 الكوميسا، بدأت الخميس الماضي كانت برعاية وحضور الرئيس السيسي وكانت تحت عنوان التجارة والاستثمار لإفريقيا ومصر والعالم. انتهت فعاليات مؤتمر الكوميسا بالأمس السبت، طبعا أقيمت في مدينة شرم الشيخ، وفي أهداف كتيرة في المؤتمر هنتكلم عنها بالتفصيل. وزي ما بقول لحضراتكم من شوية هنطرح هذا السؤال، ما هي أهمية أن تنخرط مصر في القارة السمراء أو قارة إفريقيا وفتح أسواق ومجالات مختلفة للتعاون؟ بس الحقيقة خليني أقول بمناسبة التقرير اللي كنا بنشوفه أنه البعض تساءل، وإحنا بنتكلم بمنتهى الصراحة ونطرح أيضا التساؤلات في كل وقت وحين، البعض تساءل قال يعني الأحداث متصاعدة جدا، قرار ترامب الأربعاء الماضي كان يعني طبعا يعني قرار كارثي بكل المقاييس، الشعوب العالم كلها ما زالت بتنتفض رفضا لهذا القرار، اجتماعات مجلس الأمن والأمس وال...
وزراء الخارجية العرب وما إلى ذلك. هل كنا المفروض أن احنا نعتذر عن إقامة فعاليات الكوميسا 2017؟ هل كنا مثلا نقدر نستخدم هذا المؤتمر ككارت أن احنا نقول به نظرا للأوضاع والقرار مثلا الغير قانوني أو كذا كذا الأمريكي بخصوص القدس واعتراف أمريكا بها كعاصمة لإسرائيل، فنعتذر عن يعني احتضان وتقديم أو يعني هذا المؤتمر مؤتمر الكوميسا؟ هل ينفع ده؟ ولا في ناس ممكن تقول لك لا يا جماعة ما فيش حاجة اسمها كده، المؤتمرات الدولية اللي بتاخد صبغة دولية دي بتكون موضوع على أجندة، بيكون في رؤساء دول جاية، في بروتوكولات معينة، في إجراءات معينة، يعني لا يجوز أبدا حتى بحكم البروتوكول أنه يتم الاعتذار عن مثل هذه المؤتمرات في وقت قصير. هنطرح كل هذه الأسئلة ونتكلم بمنتهى الصراحة مع ضيفنا الكريم اللي منورنا للحديث بشكل عام عن الكوميسا، ضيفنا السيادة النائب عمرو الجهري عضو لجنة الشؤون الاقتصادية مجلس النوابي. أهلا بيك يا سيادة. أهلا بيك. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. أحداث كثيرة ومتلاحقة، ويعني أكيد البرلمان زيه زينا، قبل ما ندخل في تفاصيل الكوميسا زيه زي الشعب لأنه هو نبض الشعب، أكيد الكل يشعر بهذا الكم من الحزن والغضب لقرار ترامب الأخير. أكيد طبعا، يمكن إحنا أنا وبعض الزملاء في البرلمان عملنا وقفة احتجاجية خاصة بالموضوع اللي تم على أساسه إعلان الرئيس الأمريكي، وأصدرنا بيان خاص يعني مش عايز أقول شجب وإدانة لأن الناس تعبت وزهقت من الكلمات الشجب والإدانة، لكن إحنا تحدثنا أن كيفية مقاطعة المنتجات الأمريكية ولابد أن اتخاذ خطوات الشعب والشعب العربي ككل يستطيع أن هو يعاقب أمريكا على ما اتخذته. يعني طبعا أمريكا وصلتنا المرحلة، وصلت الشعوب العربية لضعف، ويعني نتيجة الحروب الثورات المتتالية والحروب اللي تواجدت في الدول العربية الكثيرة، ضعفت من موقف الدول العربية بشكل كبير جدا وأثرت على الترابط والتكاتف بتاع الدول العربية. على ضوء اتخذ ترامب، يعني أنا عايز أقول إيه، إن لم تستحي افعل ما شئت. فده اللي عمله الرئيس الأمريكي. الرئيس الأمريكي لم يعبأ بأي مواثيق دولية، لم يعبأ بأي يعني ثوابت وطنية، وإن القدس عربية والتاريخ والحضارات وكل ما تحدثت عنه والأديان نفسها، لكن هو بالنسبة له شايف إن التوقيت الحالي، يمكن أنا لمست من الخطاب بتاعه إنه بيتباهى إن هو الرئيس اللي بعد 20 أو 22 سنة هو اللي استطاع أن يأخذ هذا القرار. يعني صحيح. عايز أوري إن الرؤساء اللي فاتوا دول اللي أنتوا شايفين إن أنا أقل منهم هم ما قدروش يتخذوا هذا القرار. وبيتباهى كمان إن إحنا على مدار 22 سنة ما قدرناش نحقق سلام. طب ما الطرق بتاعتكم كلها ما فشلت في تحقيق السلام، طب ما نجرب الطريقة بتاعتي اللي هو يعني انقل بقى العاصمة، انقل السفارة القدس واعترف بيها كعاصمة إسرائيلية وروني هتعملوا ايه. مع انه برضو الحركة بتقوله ده اصل وجهة نظر هو بيبرر بيها، او يعني بعض المؤيدين للقرار بيبرروا بيها، لكن مع انه الحقيقة انه من امبارح صدرت اصوات كثيرة جدا تترحم على السادات الله يرحمه، وعلى خطابه امام الكنيسة في 77، وعلى رؤية انور السادات الرئيس الراحل، وفكرة انه ماذا لو كان العرب استمع إلى ما قاله السادات وإلى دعوة السادات آنذاك. دي حقيقة، وحرفوا كلام السادات في رئيس السادات وقطعوا مصر سنوات وحرفوا كلامه وقالوا أنه هو اللي أهداهم القدس وهو اللي مطالبش بإقامة دولة فلسطينية. صحيح. وكل ده ما حصلش، وإن كان عنده فرصة وما استغلهاش، ومع أنه العكس تماما هو الصحيح. ورجعنا لخطاب الرئيس السادات، أول ما كان بيتكلم في الكنيسة كان بيتكلم على إقامة دولة فلسطينية. صحيح. كان بيتكلم على الحوار، ولابد أن الدولة الفلسطينية حل أساسي في عملية السلام، وأنه لو الشعب الإسرائيلي يرغب في الأمن والسلام فهذا حقه، ولكن أيضا الشعب الفلسطيني عليه أن يشعر بالأمن والأمان. طبعا هم اغتصبوا يعني أنا مش عارف هم اغتصبوا، هم دلوقتي بيحللوا نفسهم وبيحللوا كل حاجة، شايفين أن ده أحقية لهم وحقية أن القدس دي إسرائيلية. أنا مش عارف على أي أساس، ومش عارف طبعا يعني يمكن أمريكا، طبعا إحنا لازم نعرف أن أمريكا بالقرار اللي اتخذته ده أثبتت خلاص للعالم أن ما فيش حاجة اسمها مبادئ الديمقراطية اللي بتتحدث عنها، أثبتت أن ما فيش حاجة لها سلام، وأن هي بتيجي بقى بتدعو للسلام. فده الوجه الحقيقي لأمريكا اللي إحنا كنا غايبين عنه زمان، او احنا بنحاول ان احنا نصدق غيره، لكن ده هذا هو الوجه الحقيقي. قبل ما اسال حضرتك سؤال مهم جدا، وهيبقى ده الرابط يمكن ما بين الحديث عن فلسطين والحديث عن يعني الكوميسا، حضرتك قلت لي ان انتوا عملتوا يعني وقفه احتجاجيه او دي حقيقه، يمكن يوم كان امتى؟ كان يوم الاربع
أربعة في يوم الظلمات. القرار يوم القرار وقدمنا بيان وطالبنا بمقاطعة المنتجات الأمريكية. أنا عايز أتكلم عن المقاطعة فكرة المقاطعة بما أن أنا معايا عضو اللجنة الاقتصادية أكيد طبعاً. أقول لحضرتك حاجة، لأن أنت إحنا في موقف اقتصادي صعب، وظروفنا الحالية في الدول العربية بعد الثورات اللي حصلت وبعد المشاكل الموجودة في ليبيا وسوريا والعراق واليمن والمشاكل الكثيرة المحيطة بيكي، هي أمريكا بتلعب على الجانب ده. هي أمريكا فككتك اقتصاديا من خلال الثورات ومن خلال المشاكل المحيطة ومن خلال مين قال إن هو مش عارف تداعيات القرار؟ هو عارف تداعيات القرار، بس هو عايز يشعل للمنطقة. صح، هو عايز يولع المنطقة. هتخش دلوقتي في مشاكل بقى في البترول، في النفط، الأسعار ممكن تعمل إزاي، هتخش في مشاكل جماعات إرهابية. طب عايز أخد رأيك يا سيادة النائب بجد، يعني هو إحنا اقتصاديا اللي محتاجين أمريكا إحنا كعرب بقى كلنا، ولا أمريكا اللي محتاجانا؟ ما هو برضو أنا عشان بس يبقى تفكيري منطقي قبل ما أقول عايزين مقاطعة لازم نقعد نحسبها ونفكر فيها مع بعض. لو أنا النهاردة عملت المقاطعة دي، طبقت حشدت النهاردة، والحقيقة إن الشعوب كلها اللي أنا بتكلم عن الشعوب وليس الأنظمة، الشعوب كلها بتميل للمقاطعة، بتقول لك ده اللي في إيدينا كشعب إن إحنا نعمله، ده أضعف الإيمان، مش أضعف الإيمان، مش عايزين منتجات أمريكية يا سيدي بلاش. بتكلم بقى على كل حاجة في الأسواق. هل أنا لو عملت ده الدولة تقدر تدعمني بتوفير البديل الموجود يعني، ولا أنا ما أقدرش عمليا أعمل ده؟ لا تستطيعي، لكن لازم نوضح للناس إيه هي المنتجات، ولازم نوضح للناس كيفية التعامل مع هذه الأمور، ولازم نوضح للناس إيه البدائل اللي ممكن نستخدمها. في حاجات كتيرة جدا. أقول حاجة، يعني أغلب القرارات السياسية اللي بيدعمها قرارات اقتصادية. يعني أنت مشكلتك في الدول العربية حاليا مشاكلك الاقتصادية، فبتخليكي حريصة جدا على اتخاذ قرارات سياسية. وده اللي أنا قلته يا جماعة، لازم نخرج من بوتقة الديون الكثيرة اللي علينا، نخرج نحاول نطور نفسنا، نحاول نخرج من الأمور اللي هي بتضغطنا دولية. طول ما أنت عليك ديون وعليك قروض وعليك التزامات وعليك مشاكل مواطنين لازم تحليها، ولازم تجيبي أكل وغذائك ومشاكلك وحاجات كثيرة جدا بتخليك صعب انك تتخذ القرارات السياسية في مواقف زي دي. عشان كده هو بيلعبوا على الجانب ده، هو بيلعبوا كلمة السر يا سيادة النائب دائما وابدا هي الانتاج. الانتاج طبيعي، الانتاج طبيعي. افتح مصانع، افتح ورش، اشغل، اعتمد على الصادرات مش الواردات. ما تبقاش فاتورتي عندي الصادرات فيرسز الواردات اقل. دي مشكلتنا في السنوات اللي فاتت، من يمكن من السبعينات، من اول ما حصل الانفتاح في 73 كانت مشكلتنا كلها ان احنا بنستورد كل حاجه اسهل. صحيح. حاجه صحيح. وقفنا مصانعنا وقفنا انتاجنا، رغم ان احنا زودنا بطاله وزودنا بطاله، رغم ان احنا كنا في الستينات كنت مصر طالعه بسرعه الصاروخ في التصنيع، قطن والنسيج وكل حاجه، وكانت بورصه القطن بتتحدد من مصر، الاسعار كلها العالميه بتتحدد من مصر. صح. الدول الاجنبيه كلها وامريكا والدول الاوروبيه كلها ما كانش في عندهم اساسا تاريخ ولا يفهموا الحاجات دي خالص، كان كله في مصر. كانت اوروبا كلها بتسحب لمصر عشان تلاقي فرص عمل، تلاقي تعرف البروجكت والمشروعات وانتاجنا. تخيلي بقى ان التاريخ ده على مدار 50 سنه ان احنا نوصل لهذا الحال وهم وصلوا لهذا الحال. صحيح. يعني انا يمكن لسه جاي من الصين، كان في مؤتمر او معرض كبير في الصين، كنت بحزن على الوضع اللي احنا وصلنا له، والصين الطفره الهائله اللي وصلت لها الصين بهذا الشكل، والتطور والبنيه التحتيه والسرعه في الاداء والحركه. غزو الاسواق يا فندم اللي عملوه في العالم، اللي حققوه في الصين، منتجات الصينيه اللي حققته في العالم غير طبيعي وغير مسبوق الحقيقه. مفيش دوله في العالم حققت هذا الكم من غزو منتجاتها للاسواق العالم. امريكا بتخشى دلوقتي من الصين، لان كل بيت في امريكا فيه اكتر من منتج، يعني يمكن 70-80% من المنتجات فيه صينية. فخلاص، لان هي دلوقتي خلاص بدات السيطره. الصين ذكيه، بعدت عن الامور السياسيه، بعدت عن المشاكل كلها. العبوا انتوا سياسه براحتكم، سيبوني انا في الاقتصاد الاقتصاد ابني نفسي بقى، بس كده. ابني نفسي واشوف التجاره بتاعتي وابدا اشوف هصدر ازاي وهنتج ازاي. هم بيستوردوش، لان هم عملتهم اساسا ما يعني هم مش عايزين يستوردوا، هم بينتجوا وعندهم موارد وبيصدر. اعتقد اليابان كمان بتفكر بنفس الطريقه. واليابان طبعا البعد عن السياسه والتركيز على الشغل. لولا ان سيطره امريكا على اليابان عسكريا لكانت اليابان في شكل اخر. طبعا لا تستطيع دوله مضاهده طبعا، لكن السيطره بصي انا ما تمتلك اليابان من مقومات ربما اعلى من الصين، انا بسميها كوكب اليابان مع امريكا. يعني انا سافرت دول كثيره كوكب. لكن اليابان تحس ان انت في كوكب تاني. كوكب في السيستم وفي النظام وفي الحركه وفي الناس. فندم انا قريت حاجه من كام يوم كده، يعني شعرت الحقيقه بالمراره الحقيقيه. بيقول لك في قطر في الاندر جراوند، المترو اتاخر طلوعه من المحطه 12 ثانيه مش دقيقه لا سمح الله، قدموا اعتذار وفشل، يعني رسمي اعتذار رسمي للركاب
ومش عارفه حتى وزعوا ورد عليهم ولا ايه. الوزير اعتذار رسمي اعتذر. والوزير المسؤول طلع وقدم اعتذار واحنا اسفين وحقكم علينا وخطا غير مقصود. 12 ثانيه لان هم في اللي هناك الثانيه بتفرق معاهم. احنا في مصر هنا اخر ساعه اخر ساعتين يقول لك اعدي عليك بالليل. انت متاخر طياره. هقول لك عدى عليك بالليل امتى؟ بعد العشاء. بعد العشاء. بعد العشاء بقى اقعد اصبر بقى واستنى بقى. طيب. دي حقيقة دي حقيقة. الكوميسا يا سيادة النائب. بس إيه عايز اثني كمان بس طب. على دور شيخ الازهر ومشيخة الازهر وده مش جديد على شيخ الازهر ومشيخة الازهر في القرارات السياسية اللي فعلا بتسلك صدور الشعب المصري والشعب الاسلامي ككل. احنا بنتكلم في مليار ونص نسمة اسلاميين في يعني انا بتكلم يعني ده شيء اسعد جميع المسلمين واسعد جميع المصريين. و تلا البابا توادروس برضو بقرار بعدم مقابلة صحيح. نائب الرئيس الأمريكي طبعا شيء مهم جدا وتكاتف وتلاحم بين المسلمين والمسيحيين وما بين الشعوب العربية جميعا مسلمينها ومسيحينها. فده شيء جيد جدا وأنا بثني على هذا القرار وده مش جديد عليهم ومش جديد على الترابط الدياناتي والترابط ما بين المصريين والعرب في الجنوب. هل بتشوف يا سيادة النائب أنه مصر من المفترض يعني أو يعني إحنا طبعا يعني لا نملي على قيادة سياسية ما تفعله ولكن إحنا بنقترح ممكن يعني بنثمن أو بنعرض حتى كل الآراء المطروحة. البعض بيقول أنه من الأفضل أن تعتذر مصر عن مقابلة مصر كقيادة تعتذر عن مقابلة نائب الرئيس الأمريكي لو في الجدول موجود أنه الرئيس السيسي يقابله ممكن يعتذر وينيب عنه مثلا السيد سامح شكري وزير الخارجية مثلا. هل بتشوف أنه ده مهم ولا بتشوف أنه لا الرئيس يقعد معاه لو ده موجود في السكادجول أو في أجندة اللقاءات ويوضح له؟ والبعض كمان بيقول انه لو حصلت هذه المقابله سواء مع الرئيس السيسي او اناب وزير الخارجيه مثلا يعني على سبيل المثال انه من المفروض انه الاجنده ما يكونش عليها ولا توبيك ولا موضوع الا موضوع القدس. هيجي بقى طبعا حضرتك عارف نائب الرئيس الامريكي ايه هم دايما لما بيجوا لنا بيجوا يتكلموا على الاقليات والوضع الجامعات الاهليه اخباره ايه واحكوا لي عن مشاكلكم قولوا لا متشكرين والله مالكوش دعوه بمشاكلنا تعالوا بقى انتوا كلمونا عن القدس وعن القرار الكارثي ده. لا يعني ان احنا بجد يعني لا يعني في كده عارف انا بؤيد الهبه دي لا ده مهم جدا لان ما تكلمنيش دلوقتي عن اقليات وعن الحاجات دي مش من حقك دلوقتي تكلمني في الكلام ده كلمني انت عن قرارك بخصوص القدس. ده الجانب اللي بيضغط عليه دايما على مصر يتكلم عن حقوق الانسان يتكلم عن حمايه الاقليات ده شيء مهم وما بننكروش ولابد ان احنا نتبع الاجراءات الكامله في ان احنا نوفر معامله جيده لحقوق الانسان وحمايه الاقليات والشعب المصري مسلمين ومسيحيين هم نسيج واحد. ده يعني مهما تدخلت دول كثيره ومهما اثرت الحروب اللي احنا بنواجهها مش هتاثر علينا في الجانب ده. لكن ما تخلطش امور ببعضها. خلينا دلوقتي في مشكله القدس. انت خدت قرار عشوائي مع نفسك كده خدت قرار وانا عارف ان هم كمان هم بيبقوا حاسبينه ولهم تداعيات وحاسبين لان الكونجرس الامريكي عارف هو قرار احادي لكنه ليس عشوائي يا سياده النائب. اختلف لا انا بكلم العشوائيه في السرعه بتاعته في القائه. هو حس بضغوط عليه في شعبيته في قدرته في الوقت الحالي عليه ضغوط كثيره جدا من الناس اللي كانت بتشكك في قدرته على ان هو يكون رئيس امريكا في الوقت الموجود رغم ان هو لو كان قصاده مرشح تاني غير هيلاري كلينتون كان هيخسر. هو كسب عشان هيلاري كلينتون عشان السياسه الامريكيه السابقه الشعب الامريكي سأم منها والتكرار بتاع الفتره بتاعت اوباما فالناس ما كانتش عندها استعداد انها تكرر ده مع هيلاري كلينتون وهم كانوا بيعتبروا ان ده منظومه واحده وفكر واحد. لكن لو اي مرشح تاني كان امام ترامب كان هيكسب ترامب. لكن ترامب كسب عشان ظروف خدمته عشان هيلاري كلينتون اللي كانت هيلاري هي اللي كانت قصاد لكن اي مرشح اخر كانش هيكسب قصاد كان هيكسب ترامب في اي مرحله انتخابيه. لكن هو ظروفه خدمته. لكن بعد كده بدا التشكيك في قدراته وبدا التشكيك في قدرته على من اعضاء كونجرس يا فندم طالبين عزله. ما هو مش عشان قرار القدس ده من قبلها. لا ما هو مش عشان قرار القدس لا هم من قبلها. ما هو الضغوط دي اللي خلته يلجا لهذا القرار عشان كده انا بتكلم العشوائيه في اتخاذ. انا خدت قرار مش هاممني بقى اللي حصل. لا وبعدين لما اخد قرار زي ده ما هو انا عندي دلوقتي في الداخل الامريكي في جانب وجانب محترم يعني فيه ضد ترامب والمطالبات بعزله وما الى ذلك. فانا بقى كترامب اعمل ايه؟ اغازل اللوبي الصهيوني اقدم لهم فروض الورق ولاء الطاعه اقول لهم انا هعمل لكم اللي ما فيش ولا رئيس امريكي قبليه جرؤ ان هو يعمله واعلن القدس عاصمه ليكم لاسرائيل. حضرتك خدت بالك لما كتب وهو بيوقع على نقل السفاره بيوريها للكاميرا يعني هو عايز يوري كمان شفته اهو
بيتباهى انه بيوري للكاميرا وبيعايز يعني دي مش مزيفه، انا مش بمضي توقيع مزيف. يعني هو هنا بيدي كذا رساله، بيدي كذا رساله، بيقول للسابقين انتوا كنتوا بتتوقعوا اي توقعات وما بتنفذوش. صحيح. وفي نفس الوقت بيوريكوا هو انا مش بزيف، انا مختلف. يعني بيتباهى في عقليه رجل الاعمال والبزنس مان بتختلف عن عقليه الرجل السياسي. ممكن رجل اعمال يبقى رجل سياسي ناجح، لكن العقليه بتختلف. لما تيجي نحلل شخصيه رجل اعمال بيفكر في الجوانب الماديه، بيفكر في الفلوس، بالبزنس. طبعا ترامب ليه شخصيه مركبه بجوانب كثيره، رجل اعمال مع استثمارات ضخمه، بيتجه للفن، بيتجه للشهره، بيتجه للشوي. اما تشوفيه في الدبليو دبليو اي بتاع المصارعه تعرفي الكاركتر ده بتاع الشخصيه عامله ازاي. دي بتبقى عايزه شخصيه تكون بشكل اخر السيطره بقى الكونجرس امريكا عليه. فهو كان في تنافر ما بينهم هما الاثنين، لان الشخصيه دي مش شخصيه رئاسه، مش شخصيه عقليه تستطيع اداره امور سياسيه. فهي دي اللي اثرت، دي اللي خلته بيحب الجانب التباهي شويه، ان انا مختلف، ان انا لا انا هكمل، مش من اول سنه انتوا عايزين تعزلوني. فهي ده الجانب العشوائيه اللي هو اتخذ فيها. لكن على الفترات القادمه سهل جدا انك تقودي هذه الشخصيه. بزنس الجانب الاقتصادي، عشان كده انا بتكلم في ايه، انا بعامل واحد بزنس مان مع استثمارات، ليه رؤوس اموال، بيفكر في كل حاجه الجوانب الاقتصاديه، لازم اعالجه اعامله اقتصاديا، لازم احاول اعاقبه اقتصاديا على القرار اللي اتخذه. ما اعاقبوش سياسيا، لان هو مش رجل سياسي في الاساس. هو اذا كان في الاساس هو رجل استثمار واقتصاد، وهو شعبيته اللي اكتسبها كلها من خلال اقتصاده واستثماراته والفنادق بتاعته وظهوره في الافلام التلفزيونيه وظهوره في البرامج. فهو ده الجانب، عشان كده انا بتجه للجوانب الاقتصاديه. عشان رجال الاعمال اللي هم بيتاثروا من القرارات اللي بتتخذ، انت عارفه استثمارات امريكا، لما نيجي نتكلم على العربيات، لما نيجي نمنع استيراد السيارات الامريكيه، يمكن هي في مصر اليها شويه لكن احنا بنصنع جزء منها في تدخل معانا. السيارات الامريكيه منتشره في دول الخليج، منتشره في دول كثيره. لما جيت تمنعي قطع غيار السيارات الامريكيه، لما تيجي تخش في الاستثمارات الضخمه اللي هي في الطيارات، لما تيجي تخش في الاستثمارات في شركات النقل والشحن، هتعمل ايه يا فندم؟ انت الحاجات دي قدامك 100 سنه عشان تعرف ما انت عندك بدائل اوروبيه. لا، في بدائل اوروبيه، في بدائل اوروبيه بقى، في بدائل اوروبيه وفي بدائل صينيه وفي بدائل يابانيه. دلوقتي بقى في تنوع اكتر من الاول بكتير. يعني انت كنت مضطر الاول في سوق السلاح التعامل مع اسواق معينه. هو بدا كمان يقلل لك المعونه الامريكيه في السلاح العسكريه بالزبط. وبدا يحاول يضغط عليك بجوانب كثيره. فاحنا لازم نبقى عارفين ان مش امريكا هي اللي هتبقى معانا كما كانت في الماضي. امريكا لها مصالحها وبتاخد اللي هي عايزاه منك وبتتركك وقت ما هي عايزاك. وهو ده اللي حصل، خدت اللي هي عايزاه. طب ما هو كان لسه في السعوديه وعمل اتفاقيات سلاح واتفاقيات كذا واتفاقيات كذا، نزل المنطقه العربيه لمله كام مليار محترمين ورجع على امريكا تاني. ورجع وخد القرار اللي هو عايزه. ما فيش رئيس امريكي عمل الاتفاقيات اللي هو عمل ليه. ما هو قلت لك رجل اعمال شاطر، هو بيزنس مان شاطر، رجل اعمال عايز معامله اقتصاديه. يعني الصراحه راح السعوديه وطلع بعدها على الامارات، عمل كام صفقه سلاح، باع سلاح امريكي بكم مليار، يعني محترمين. الحقيقه يعني تخطى 470 480 مليار دولار. ما حصلتش في تاريخ الولايات المتحده ان يعمل صفقات. فكل ده ما يخلوش يتباهى انه عمل اللي عمله ده. طبعا الظروف خدمته في الازمه اللي موجوده في المنطقه، والحروب وداعش والتلويح بداعش والتلويح بالتفكيك والتلويح بحب طول عمرهم بيتلككوا يا سياده. يعني هو كان حد يا سياده النائب في المجتمع الدولي كله لغايه دلوقتي حاسم امريكا على غزو العراق؟ ما حدش لغايه اللحظه دي حاسب امريكا على غزو العراق. عندك حق. اللي دمر العراق دلوقتي. عشان بصي، عشان نواجه الازمات دي كلها ونستطيع يكون لنا كلمه، هو الجانب الاقتصادي. يمكن النهارده هنتكلم في الكوميسا وافريقيا على الجانب الاقتصادي، لان هو ده اللي هيخلي مصر على الاقل او الدول العربيه تتحرر من القيود الامريكيه والقيود الغربيه اللي بتحدث. احنا هم ايه مؤتمر الكوميسا يا فندم، وايه مجموعه الكوميسا، وفيها كام دوله، وايه اهميه هذا التكتل الافريقي الاقتصادي؟ احنا الكوميسا والدول الافريقيه يمكن مشكلتنا من زمان بنجهل قيمه الدول الافريقيه. سوري، الدول الافريقيه دي يعني بها ثروات وبها كنوز طبيعيه وبها حاجات كثيره جدا احنا بنجهلها. ما اعرفش ليه احنا كلنا بنتجه نفكر في الدول الاوروبيه ونفكر في امريكا وتشاينا والدول دي، وما بنفكرش في افريقيا، رغم ان دي احنا اقرب ليه. ده امتداد لنهر النيل، ده يعني حمايه الامنك القومي، ده حاجات كثيره جدا اهملناها يمكن من ساعه الاعتداء على محاوله اغتيال الرئيس في اديس ابابا، رئيس مبارك
من ساعتها بدأت علاقتنا بأفريقيا تنتهي. احنا لدرجة دلوقتي ان احنا ما عندناش معلومات عن الدول دي عايشة ازاي. صحيح. يعني انا ما كنت بسافر برا مصر يقول لك ايه ده مصر انتوا عندكم الهرم وجمال وصحراء. اسأل بقى حد هنا في مصر على رواندا مثلا. اوغندا. اوغندا. كينيا. ما في احنا ما نعرفش عنهم حاجة غير الاستادات. ليه؟ عشان الاهلي لما يروح يلعب هناك نعرف استاد رواندا الدولة دي عاملة ازاي. افريقيا مصر لما تروح تلعب هناك والزمالك يلعب هناك ده اللي احنا نعرفه. لكن نعرف حاجة الملحق التجاري بتاعنا السفارة بتاعتنا القنصلية بتاعتنا الناس دي بتستورد ايه الناس دي بتصدر ايه الناس دي شغالة اسواقها ايه بنية التحتية بتاعتهم عندهم مباني ولا ما عندهمش هل حد فينا يعرف الدول الافريقية دي عندهم مباني زينا عندهم شوارع عندهم طرق ولا هم غابات زي ما بنشوفها في الافلام وحيوانات برية وصحراء ومزارع احنا ما نعرفش صحيح كل ده احنا غافلينه صحيح حتى سفاراتنا احنا دلوقتي بنشجع الاستثمار طب احنا طرحنا قلنا يا جماعه الدوله دي رؤيتها اهي عملنا في موفي فيلم احتياجاتها للاسواق فيلم صغير عن عنها يمكن انا هنتقد جزئيه في المؤتمر اللي حصل هو الكوميسا دي بدات سنه 94 ما بين 19 دوله افريقيه لتحرير التجاره ما بين هذه الدول كلمة تحرير التجارة بس برضو لمن يتابعنا الآن كلمة تحرير التجارة بين دول أعضاء مثلا في تكتل ما دي بتعني إيه فهمت؟ بتعني أن أنت ما فيش قيود الجمركية ما فيش المشاكل المعوقات اللي بتحصل ما بين تبادل إجراءات بتكون أسرع ما فيش المشاكل والمعوقات اللي بتتم بتبادل التجاري ما بين الدولة والأخرى تسهيل وفتح معارض المنتجات بتاعتك داخل هذه الأسواق استخدام الأسواق المشتركة ما بين هذه الدول التصدير الواردات الصادرات حاجات كثيرة جدا مهمة جدا في تحرير التجاره مش هبدا اقول ان انا عندي هنا الضريبه بتاعتي عامله ازاي الجمرك بتاعي عامل ازاي لا مع الدول دي بيحصل ترابط ما بين 19 دوله بيبقوا يعتبروا شبكه واحده بيت واحد البيت الواحد ده بقى تستغله ازاي انت عامله من سنه 94 استغلته ازاي من 94 ما استغلتوش لحد دلوقتي لحد يومنا هذا لم نستغل من 94 دول الكوميسا طبعا تم المؤتمر في شرم الشيخ اللي هو من 7 ل 9 ديسمبر كان تحت رعايه السيد الرئيس الجمهوريه وبحضوره وطبعا وزاره الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع الوكاله الاقليميه للاستثمار اللي هي الكوميسا انا بحس ان الدكتوره سحر نصر ما بتصدق اي مؤتمر تمضي المستثمرين على طول الحقيقه السيده تقوم بجهد غير عادي الحقيقه طيب ما هو بتمضي المستثمرين على طول وفي نفس الوقت بتجيب لنا ديون على طول يعني خلينا بس نتكلم على موضوع القروض والديون طيب. ده جانب تاني ماشي اتفضل أنا مش ضد المشروعات الاستثماريه ولا ضد الافكار اللي بتطرح لكن انا كنت اتمنى ان انا عندي رؤيه استثماراتي انا محتاج استثمارات في كذا بنيه تحتيه مشروعات مش عايز قروض يا جماعه عايز اجيب مستثمرين اجذب الاستثمار ازاي قبل ما افكر في ان انا اجيب فلوس عشان اعمل بنيه تحتيه واعمل مشروعات لا انا اجذب استثمارات ازاي انت بتقصد المؤسسات الدوليه المانحه لقروض مثلا المفروض انه لجوءنا ليها يكون اقل من الوضع طبعاً. الحالي والاتجاه يكون اكتر الى الاستثمارات الحقيقيه طبعا الاستثمارات احسن البيئه بتاعتي احسن مناخ الاستثمار احسن المشاكل بتاعتي التراكميه اللي في الحكومات السابقه وابدا بعد كده اتكلم هل دي مسؤوليه وزاره التعاون الدولي لا فقط؟ مش مسؤوليتها لوحدها احنا عندنا التخطيط واحنا عندنا كافه الوزارات بس الوزراء كله على بعض الحكومه كلها لازم تكون متعاونه مش انها مسؤوليتها لوحدها لكن انا يعني دايما بتكلم معاها مباشره عشان هي المعنيه بهذه صحيح. القروض صحيح. هي المعنيه بهذه المبالغ الماليه اللي بتبدا تحط تجيبها للحكومات المصريه هي لما بتيجي تقول لي انا مش دعوه ده هم بيطلبوا مني كذا ما انا عارف ما هو دي حكومه ككل لكن انا بتكلم في ان هي المنوطه بذلك هي المنوطه بجذب الاستثمارات الحقيقيه ده في كدورها كوزيره استثمار لكن هي كانت منوطه في التعاون الدولي بالمبالغ الماليه اللي بتتم ضخها في القروض فطبعا احنا عشان عشان نبص للقروض المستقبليه دي هو ده اللي احنا فيه دلوقتي اما انت يبقى عندك قروض لفلان وفلان وفلان وبيبدا الضغط عليك من خلال ديونك الخارجيه ومن خلال وبالتالي تبص تلاقي اجمالي الدين العام عندك رقم يخض ده حقيقي انت عندك مشكله في الدين الداخلي وعندك مشكله في الدين الخارجي عندك مشكله اكبر في الدين الخارجي وعندك اجمالي الناتج المحلي بتاعك ما بيغطيش الاثنين لان الدين الخارجي كمان غير ان هو ديون دوليه كمان هو كمان بالعمله الصعبه طبعا وتراكميه وبعدين طول ما انت استثماراتك قليله فما بيخلكيش عمله صعب احنا لحد دلوقتي يعني يمكن بنتكلم في 21 22 مليار دولار صادراتنا يمكن اكتر نسبه وصلنا لها 2010 27 مليار دولار مش عارف ليه انخفضنا بالشكل ده رغم ان العمله مرتفعه معانا دلوقتي غير 2010 العمله كانت اقل من كده حجم انتاجنا اقل يا سيدي ما هو بدات في مشاكل طبعا من بعد الثوره طبعا. بدات مشاكل كثيره عملت وقفت عندنا كم مصنع قافل وعندنا كم كبير ما هو ده اللي انا بتكلم عليه اللي المفترض الحكومه تشتغل عليه شركات قطاع الاعمال بتاعتنا اللي اهملت من سنوات طويله لابد ان احنا نشتغل عليه احنا هنا في المؤتمر ده افتقدنا حاجه مهمه جدا انا استدعيت
1500 شخصية عامة ودولية وفي ست رؤساء واستدعيت ست رؤساء واستدعيت ست رؤساء وزراء ازاي ما اعملش معرض للمنتجات بتاعتي وللسلع بتاعتي اللي انا عايز اصدرها ازاي ما اعملش معرض يبقى فيها نماذج بروتوتايب حتى ازاي ما اعملش معرض للرؤساء يحضروا ويشوفوا المنتجات المصرية اللي انا عايز اصدرها وخاماتي وان انا عايز اعمل مشروعات بكذا ده انا 1500 شخصية ده انا اكتر من كده وضع انا عايزه ازاي واجيب المستثمرين بتوعي ورجال الاعمال ازاي هخلي الاثنين يقابلوا بعض ما انا دلوقتي خلص المؤتمر اقول لرجال الاعمال روحوا بقى افريقيا دوروا على هناك على شوف الملحق التجاري بتاعكم ولا السفاره يعني في حاجات صحيح. برضو بتغيب عن الحكومه صحيح. مؤتمر زي ده لابد ان يعمل فيه معرض دولي انا اجيب كل الشركات والمصنعين بتوعي والحرف الصغيره والمشروعات الصغيره والمنتجات كلها وقدامي 1500 شخصيه دوليه كان المفترض في ده وكان مؤتمر الشباب برضو السابق انا هسوق منتجاتي ازاي صحيح. هسوق اعمل تواصل ازاي ما بيني وما بين المستثمرين ده انا عايز اقول لحضرتك فكره طبعا ممتازه انا عايز اقول لحضرتك ده في معرض شغال دلوقتي لغايه 15 ديسمبر يعني ده نموذج صغير في معرض ديارنا اللي بتنظمه التضامن مع وزاره التضامن مع جهاز المشروعات موجود في ارض المعارض الحقيقه المعرض كله عباره عن الهوم ميد برودكتس المنتجات اليدويه الاسر المنتجه مشروع الاسر المنتجه كل حاجه ممكن تتخيلها من سجاد ومفروشات وكليم ومنتجات تجميل وكل حاجه ممكن تتخيلها ومأكولات وما الى ذلك انا لو كنت اخذت نموذج مصغر من المعرض ده المعرض الاورينتال قوي المصري قوي ده وحطيته في شرم الشيخ في الكوميسا زي ما حضرتك بتقترح يعني كان ممكن عمل مردود فعلا هيك طبعا انت دلوقتي بتوري رؤساء الدول انا عندي كذا رؤساء الدول الافريقيه رجال الاعمال اللي جايين من افريقيا دول انا عازم 1500 شخص جايين ومصاريف وتكلفه لازم استفيد منهم يا جماعه لازم البزنس انا اي واحد يجي لي بدل ما قعدت معاك على ترابيزه لازم استفيد منك في صحيح. التجاره كده انا ما ينفعش نقعد ونضيع وقت مع بعض وما استفدش بحاجه ما ينفعش انا بعمل مؤتمرات ده مهم جدا بعمل تواصل مهم جدا لكن لازم استفيد لازم اطلع بمشروعات هم بيقولوا ان مضوا 6 اتفاقات او 7 اتفاقات لكن انا ازاي ما عرضتش منتجاتي انا دلوقتي بعمل ده الغرض من الكوميسا ايه اللي هو فرص الاستثمار ما بيننا وبين دول افريقيا زياده الانتاج بتاعنا فتح اسواق مشتركه فتح منتجات مصانعي ابدا اطور كل ده انا ازاي ما اجيبش ان أنا انت عارفه استثماراتنا مع دول الكوميسا وارداتنا لدول الكوميسا كام يعني احنا بنصدر لهم ب 2.5 مليار دولار ده رقم ضئيل جدا 2.5 مليار دولار سنويا رقم ضئيل جدا يعني انت بتستوردي ب 60 ولا 70 مليار دولار بتصدري 2.5 للكوميسا رقم ضئيل جدا وهتلاقي كلهم ايه رز منتجات زراعيه حاجات ضئيله جدا اسمنت بعض الحديد الاسمنت الحاجات دي فدي هنتكلم برضو فيها في المشروعات والبنيه التحتيه الخاصه طيب. بالكوميسا بمناسبه المشروعات والحاجات دي الامن الغذائي من الملفات المهمه جدا عندنا هل بتشوف ان مصر استفادت او كان عندها فرصه انها تستفيد من دول الكوميسا في تصدير مثلا او استيراد احنا بالنسبه لنا يعني استيراد محاصيل الزراعيه خصوصا ان احنا يعني بنتكلم على فقر مائي للاسف مصطلح ثقيل ولكننا اصبحنا نستخدمه مؤخرا فقر مائي للأسف الشديد عشان احنا بنهدر المية ومش عارفين قيمتها يعني عندنا جوانب كثيرة جدا من زمان ما عندناش ضوابط لموضوع استخدام المية يعني عندنا المية بنقول ايه ده النهر النيل ما يعني ده من عند ربنا طبعا كل شيء من عند ربنا وان احنا مش في دماغنا ان احنا نرشد الاستهلاك ما حتى ما بنفكرش ان احنا نعمل الحاجات البسيطة الحنفيات كل دول شرق اسيا بتعمل الحنفيات اللي هي بتاعت الضغط دي اللي بتوفر المية احنا ما بنفكرش نعملها انا من 2008 مقدم المشروع ده لمحافظه القاهره وقررته لما بقيت نائب يا جماعه حنفيات الضغط نصنعها وبعت لوزاره الانتاج الحربي وبعت الصين جبت لهم عينه من الحنفيه حاجه بسيطه جدا هتوفر مليار لتر ميه سنويه اللي هو مثلا لما عممها في المدارس وعممها في المنشات الحكوميه وعممها حتى الناس في البيوت كمان لو استعملتها يعني اضعف الايمان خلينا في الحاجات التجاريه والمدارس والمساجد والكنائس والاماكن اللي بيحصل فيها استهلاك للميه هتلاقي نفسك بتوفر المليار لتر ميه بحاجه بسيطه جدا يعني حاجه بسيطه غير بقى لما نبدا نعمل توعيه وعندك برامج بتنزل لتوعيه المحافظه ما فيش عندك بدائل ما فيش انت جيتي فوجئتي ان سد النهضه بعد الثوره والمشاكل اللي حصلت لو انت كان عندك تواصل مع اثيوبيا وكان عندك ترابط اقتصادي وترابط سياسي والمحافظة على الأمن هل كان أثيوبيا ممكن تأخذ لا هو كان في تواصل بين رئيس يعني سابق حكم مصر سنة كاملة كان في تواصل طبعا وواضح انه كان في جرين لايت اثيوبيا اخذته واضح ان مشروع النهضه اللي كان واعد الناس بيه طلع يعني سد النهضه مش مشروع نفسي النهضه يعني من فتره بتاعه الثوره وما بعد مع الثورة طبعا ضعف العلاقات وبعد ما خلعنا احنا مرسي ويعني وبدانا تاني نشتغل من اول وجديد طبعا كنا محتاجين مجهود اكبر في افريقيا طبعا
يعني كان محتاجة. أنا شايف إن الاستثمارات والمجال الاقتصادي بيتحكم في جوانب كثيرة جدا. طول ما أنت ما بيستفدش منك الدول بيستفدوش اقتصاديا استثماريا، يقول لك طب وانت انا باخد منك ايه؟ انت بتيجي تاخد مني ميه وتعمل تنميه وتعمل زراعه وتعمل محاصيل، تستفيد بنهر النيل وده كله جاي من عندي. هتقول له بقى انا دوله المصب وانا حقوق تاريخيه وكذا وكذا، انا استفدت منك ايه؟ صحيح ما استفدتش منك حاجه. يقول لك انا المنبع من عندي، هتقول له لا انا دوله المصب وحقوق تاريخ. كل ده كلام جميل، كلام تاريخ، هو استفاد منك ايه؟ مفيش. لازم يبقى في تواصل، لازم في استفاده تجاريه وصناعيه وتجاريه. احنا عندنا في افريقيا الدول اللي هي الحبيسه، الحبيسه دي يعني ملهاش شواطئ، دول عدد حوالي 12 دوله. احنا عملنا لهم ايه؟ هل فكرنا ان احنا نصدر لهم منتجاتنا؟ هل فكرنا ان احنا ما تعمل طرق ونقل ونوصل لهم منتجات؟ هم ما عندوش مواني، دوله حبيسه، دوله محبوسه ما بين عده دول. ده اكتر دول تستطيع ان انت تشتغل عليه، اللي هي محتاجه لك جدا، هي محتاجه لك. يعني مثلا زي اوغندا وبوركينا فاسو وبوتسوانا، افريقيا الوسطى، جنوب السودان، تشاد، مالي، النيجر، ملاوي، رواندا، النيجر، بروندي، دول محبوسه مقفول عليها، ملهاش مواني، ملهاش شواطئ. فهو مدخل انت تدخله، ده مدخله من عندك. يعني مصر هي البوابه بتاعت افريقيا. تفاجئ ان مصر عشان تعمل مشروعات في افريقيا تتجه لدول خليجيه، تتجه لدول عربيه اخرى عشان تقول له دخلني لافريقيا. هل ده يعقل؟ هيدعقل ان انا كدوله افريقيه يعني مش قادر، يعني مش عارف، يعني يعقل يا سياده النائب نتيجه تراكمات علاقات سيئه جدا بيننا وبين افريقيا على مدى سنوات طويله، فدي كانت النتيجه. انت عندك قصور طبعا، لابد ان احنا نكون مدركين قصور وتقصير كبير جدا من الفترات السابقه والحكومات السابقه كلها. يمكن دلوقتي بدانا ان احنا نحاول نسترجع جانب افريقيا، شيء مهم جدا. مش عايز اقول ان ده متاخر، مش عايز اقول ان احنا في دول كثيره خدت اماكن في افريقيا وخدت زراعه. دول افريقيه كثيره جدا كانت بتطلب من مصر منتجات الموالح بتاعتنا حتى. لا، وكمان كانوا بيطلبوا فكرنا وافكارنا في الزراعه، لان مصر كانت عندها خبره من الاف السنين في الزراعه. كانوا بيطلبوا مننا وتعالوا زراعه وتعالوا اعملوا صوبات زراعيه وتعالوا ورونا طريقه الزراعه ازاي والري وكذا وكذا وكذا، لكن احنا ما استفدناش بده. احنا كنا معتمدين ان احنا عندنا كفايه واهدرنا حتى اراضينا الزراعيه. يعني احنا الزراعية أهدرناها بعد الثورة، وكان قبل الثورة وبدأت تتبني، الناس تبني مباني عليها. طبعا برضو سبب الأخطاء اللي هي الحكومية السابقة ان انت ما عملتش توسع عمراني، ما استغلتش الظهير الصحراوي. بدأت دلوقتي استغل الظهير الصحراوي بعد ما الأراضي الزراعية كلها تأكلت. يعني مش عارف، مش عايزين نبكي على ما فات، لكن احنا في مرحلة اقتصادية صعبة. مهم جدا زي ما حضرتك قلتي، الانتاج ثم الانتاج ثم الانتاج، ونبدأ الصادرات ونبدأ نفتح أسواق. الكوميسا عدد الدول الموجودة شيء جيد جدا، 19 دولة. لازم المؤتمر ده بيعمل تنمية مستدامة. يعني لازم ان انت تعمل تنمية مستدامة مع هذه الدول، توجد فرص عمل. عايزين ملايين فرص العمل للشباب بتاعنا، عايزين ان احنا نفتح الاسواق المشتركة بيننا وبين هذه الدول. انا يعني يمكن انا انتقدت الحكومة في الجانب اللي هو عدم فتح معرض، وانا كنت شايفه مهم جدا، لان انا اي شخص يدخل مصر لابد ان انا سياحيا، ده جانب السياحة، استفيد منه اوري له بقى انا عندي استفيد ايه؟ استفيد واعمل على طول، اعرض منتجاتي. بعدين عايز انا دلوقتي عايز اشجع المستثمرين المصريين ان يروحوا افريقيا. لما تيجي تقول له من نفسك كده روح، مفيش طرق ومفيش مواصلات ومسافه بعيده، مش هيروح. صحيح. ما انا بس ببيع للسوق المصري والسوق المصري مكفيني، هوجع دماغي ليه؟ هروح ليه؟ وبعدين احنا عندنا كمان وصلنا لمرحله مفيش طموح، ما بقاش فيه طموح لناس كثيرة. السوق المصري بيستهلك كم كبير، احنا برضو شعب مستهلك كثيرة. انت عندك 4-5 وجبات ممكن الناس تاكل طول اليوم. في ناس طبعا الجانب الاقتصادي، انا ما بتكلمش على الفترة اللي فاتت، الفترة اللي فاتت تأثرنا كثيرا، وارداتنا قلت كثيرا، استهلاكنا للأغذية والمشروبات قل كثيرا نتيجة الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار والتضخم والجانب دي كلها. لكن احنا كنا سوق جاذب لدول كثيرة انها بتستغلنا في الجانب ده. مصانع تيجي تفتح عندنا وتقول انها تصدر وما تصدرش منتجات، يعني لدرجة ان منتجات السيارات عندنا مصانع سيارات كثيرة تفتح في مصر ما تصدرش ولا عربية. لا انا ليه مثلا يا فندم، لا حضرتك بتقول الأمثلة مهمة وخطيرة جدا. انا مثلا ما يجي لي مصنع باستثمار أجنبي يفتح عندي ويقول لي انا هصدر، فوافق له وخلصت التراخيص بتاعته الصناعيه كلها وامشي له في كل اجراءاته، ويفتح ويشتغل وما يعملش تصدير او حجم، ما يحققش حجم التصدير اللي المفروض ان هو يقوم بيه، انا هنا كدوله المفروض ردي ايه معاه؟ لا، المفترض ان انت في الحاله دي تاخذ قرارات لايقاف هذا النشاط، لابد الزامه بصادرات انت دلوقتي. ويمكن احنا للاسف العقوبات بتبقى ايه؟ مصلحه المصنع ان هو ما يصدرش، لان هو الكباسيتي بتاعه او حجم القدره الاستيعابيه القدره بتاعته كافه السوق المحلي.
يعني فوجئت ان هو خلاص مش محتاج هصدق ليه. وبعدين في نقطه, ده هو بيكسب من السوق المحلي اكتر ما بيبيع العربيه بره. ده انت لو فتحتي الاستيراد في بعض الحاجات اللي مقفوله تلاقي ان انت مستورده, لان هو هيبيع بالسعر الغالي اللي هو في السوق هنا. فهو كسبان. يقول لك طب انا ايه, ما انا حجم استيعابي مصنعي السوق المصري خده كله. لو انت في ظروفك اللي انت مش قادره تستوي. وبعدين في نقطه كمان, هو بيقول لك انا مكونات المصريه 45%, وما بيعملش 45%. ده بيقول لك خط الانتاج لوحده 18%. ويجي ال 25% دول ايه بقى, يستخدمهم لك اي حاجه يعني. رابر, كاوتش, مش عارف ايه, وفي حاجات كمان بيستوردها من بره ويكتب عليها ميدن ايجيبت عشان يبقى يكمل. فتلاقي ان انت مكوناتك المحليه كمان ما استخدمتش. طب بمناسبه ميدن ايجيبت, هو هل يجوز ان انا اكتب ميدن ايجيبت اذا كان جزء ايا كانت النسبه قد ايه, نسبه ضئيله او نسبه متوسطه او نسبه كثيره من هذا المنتج من طبعا انت تقصدي التليفون اللي صدر اكيد. لا سياده النائب, يعني ارجوك خد سؤالي زي ما هو كده لو سمحت. النوايا لا يعلمها الا الله يا فندم. هل اقدر ان انا اقول ميد ان ايجيبت وانا في حقيقه الامر ان انا جزء من الكومبوننتس في المنتج؟ بص ايدي راحت على الموبايل برضه حضرتك هتوقع. الله العظيم حضرتك كده على القلم. هل اقدر اكتب عليه ميد ان ايجيبت وهو جزء من الكومبوننتس الخاصه او المكونات الداخله في تصنيعه غير محليه الصنع انا مستوردها؟ لو في اليابان ما يقدروش, في مصر كل شيء ممكن. في اليابان ما يقدروش, لو دخل في منتجه 20-30% منتج غير ياباني ما يقدرش يكتب عليه. بيعمل ايه؟ بيكتب جابان, يكتب برينتد ان جابان, يكتب بروديوسينج ان جابان, لكن ما يكتبش ميد ان جابان 100%. ما يقدرش يكتب ميد ان جابان, ما يكتبش, لان هو اونست عايز يكتب بصراحه انا عامل كذا 100% ميد ان جابان, فيكتب كده. طيب بلاش كوكب اليابان, احنا معترفين هو كوكب مختلف عننا في كل حاجه, مختلف عن العالم كله في كل حاجه. اي دوله ثانيه, ما هو اصل تصنيف الدول في مجال التجاره بيختلف من دوله لاخرى. في دوله بتتعامل اونست, في دوله بتتعامل اونست في البيزنس بتاعها في منتجاتها, بيقول انا بصنع ده 100% كذا فخلاص. في دول مثلا زي اليابان مثلا بعد الزلزال اللي حصل فبدات تتجه لتايلاند وماليزيا تعمل مصانع هناك. بس فكره الاونستي او الامانه دي يا ست النائب, ما هو ما بيكتبش عليك, هو بيقول لك ايوه انا تشريحه ان القلم ده ان انا في عندي مكون 1-2-3 ده من انا مستورداه والباقي مصري وجزء كذا. هو قال وبيقول لك بس عليه ميدن ايجيبت. كتب لك عليه في دي يعني انا كله منتجه مصري. صحيح. فانت شرحت لي. انا عارف. شيء محزن ان احنا ما عندناش لغايه دلوقتي كده واحنا قاعدين بنتكلم مع بعض منتج مصري واحد نقدر نقول. ما هقول لك حاجه, هم حبوا, هو بس حب وزير الاتصالات يبين ان ده انجاز. وطبعا احنا مش ضد ان انت تصنع ومش ضد ان انت تعمل منتج, بس هو عايز يبين ان انت ما عندكش, ما بتصنعش قلم رصاص, احنا بنستورد قلم رصاص. حضرتك بتتكلم على ايه؟ ما بتكلمش على حاجه, بتكلم على القلم اللي في ايدك. ايه اللي جاب بقى القلم اللي في ايدي لوزير الاتصالات؟ يعني ايه علاقه القلم بمعالي وزير الاتصالات؟ فهو عايز يبين ان في انجاز حصل وان ده طبعا منتج مصري, بس انا مركب ميدن ايجيبت لابد ان يكون 100% ميدن ايجيبت. صحيح. عشان دي قواعد التجاره. ده طبيعي, لان انت دلوقتي زي ما انت بتطالب الناس بقوانين ان هو ما يعملش غش تجاري وان هو ما يقولش كذا وما يقولش كذا ولازم يوضح التاجر المعلومه للمستهلك وكذا, لازم انا كمان اوضح. وفكره انه الجهه المعنيه او المسؤول حتى مهما طلع وصرح وقال انه تقسيم تركيب المنتج ده 1-2-3 بكل صراحه, ده لا يعني ان انا برضو اكتب في النهايه على منتج انه لا خالص كذا. لا خالص. وهو مش بنفس. انا لسه كمان عايز اشوف المنتج من جوه, هل هو من جوه كاتب الحاجات الاساسيات يعني البورده بتاعته من جوه؟ يعني في ساعات بيعملوا حاجه بيكتب المنتج من بره ميد ان كذا على اساس ان هو حاطط الكفر ده هو عامله في البلد. تمام. ويجي جوه مثلا اي سي معين او منتج معين وكاتب عليه ميد ان كذا, يبقى هو عامله مشترك. دول مشتركه ما يكتبش عليه كله منشا واحد. يعني دول الاتحاد الاوروبي دايما بتعمل كده. يعني هم عشان هم بينهم اتفاقيات. تمام. فبيعمل مثلا منتج مشترك, تفتح الجهاز مثلا تلاقي جوه ده عليه ميدن كذا والبطاريه عليه ميدن كذا والكفر عليه ميدن كذا. فدي ساعات بيحصل اتفاقيات ما بين شركات وبعضها. تمام. لكن انت هتكلم عايزين نتباهى, كلنا عايزين نتباهى بمصر انها تكون احسن حال. كلنا عايزين نقول ان احنا بنعمل كذا. وبعدين مصر مش تاريخ المبدع. مصر كانت بتصنع صواريخ في الستينات وبتصنع دبابات وبتصنع حاجات كثيره جدا اللي هي اكتر من الموبايل في الوقت الحالي. لكن احنا عايزين حاجات فعلا تبقى مقنعه للمواطنين. ويهمنا ان يتسوق المنتج بتاعك المنتج المحلي. محتاجين الاساسيات بتاعتنا كمان. محتاجين الحاجات الاساسيه. يمكن انا يعني يحضرني موقف مع البنك الاوروبي, يمكن المره الموقف ده قلته المره اللي فاتت وناس زعلت منه.
لما كنت بدي البنك الاوروبي مشروع بتاعي هو خاص بسكه حديد ومشروعات بنيه تحتيه ومدن تجاريه قال لي انت بلدك ما بتصنعش القلم الرصاص، ووراني القلم الرصاص اللي كان موجود قصاد قال لي القلم الرصاص بتاعك ده ميد ان شاينا، انت ما بتصنعش قلم رصاص، المشروعات اللي انت بتتكلم عليها دي خياليه مش هتعرف تعملها، ولو الحكومه بتاعتك مش هتعرف تنفذها. قالها لي كده مباشره. الاتحاد الاوروبي، الاتحاد الاوروبي، البنك الاوروبي، البنك الاوروبي. كان يعني كان في مره لقاء في البرلمان وكنت بديله البروجكت بتاعي، انا دايما لما بقابل حد بديهم المشروعات، يا جماعه تعالوا استثمروا عندنا في كذا، مشروعات بنيه تحتيه، مشروعات مدن تجاريه، مدن صناعيه. يمكن انا عملت بلان من اول ما دخلت المجلس ان انا عامل خريطه استثماريه عايزين نستثمر في كذا وكذا وكذا. ما بحبش اسيب الامور للمطلق، ما بحبش مثلا انا عندي مصانع اسمنت كتير اقول تعالى استثمروا في الاسمنت، طب ما انا عندي حاجات تانيه انا محتاج. طب بمناسبه الكلام عن السكه الحديد، كان في مقترح حتى كنت حضرتك زي ما بتقول كنت ناقشته في البرلمان او قدمته حتى عن السكه الحديد بين مصر وافريقيا. ده مثلا ده مثلا احنا النهارده وصلنا فيه لايه يا فندم؟ يعني يمكن انا سعيد ان الحكومه اعلنت عنه والسيد رئيس الجمهوريه اعلن عنه في المؤتمر السابق. مهم جدا ان احنا سكه حديد ما بين مصر وافريقيا. يمكن انا قدمت البروجكت ده متكامل من ضمنهم، يعني يمكن وزير الاسكان خد الجزء بتاع ربط البحر المتوسط بالبحر الاحمر سكه حديد، لكن برضو انا يمكن تحدثت مع البنك الاوروبي فيه ووزير الاسكان اعلن عنه اللي هو خط سكه حديد ما بين السخنه اكتوبر العالمين. ده مهم جدا لان ده هيربط كمان، هيربط معانا العاصمه الاداريه، هيدخل معانا ربط ما بين البحر الاحمر والبحر المتوسط. احنا متاخرين جدا، احنا المفترض وده بنقعد نصوت ونقول نزيف الاسفلت والحوادث والعربيات النقل اللي على الطريق وما الى ذلك، النقل الثقيل اللي على الطريق. احنا لانه المفروض انه الطريقه الامثل والاكثر المفروض لنقل البضائع تكون عن طريق السكه الحديد. اكيد ده ما بيحصلش. ده احنا عندنا تراجع فيه، والكل النقل متجه الى ايه؟ الى النقل. واستهلاك السولار كمان، يعني انت بالعربيه بتستهلك حتى بيضر بالرصيف بالاسفلت ده احنا اساسا غير ان احنا عندنا فساد. تبقى ماشي على الطريق وتلاقي عربيتين نقل يمينك وشمالك بيخمسوا مع بعض، يعني حاجه والله غير ان احنا عندنا فساد في الطرق وفي هيكله الطرق وفي تصنيع الطرق نفسها وفي الرصف. بتفاجئي كمان ان انت بيبوظ الطريق، بيبوظ ما بيستحملش، لان انت عندك اراضي صحراويه في بعض الاماكن فمحتاجه يعني طرق معينه. يعني يمكن انا شفت في الصين طرق عاملينها صبه خرسانيه، بيعملوا طرق صبه خرسانيه، يعني مش كل حاجه بيستخدموا لان هم عندهم يمكن البترول قليل ما بيهدروش زينا. لكن انا شايف ان احنا السكه الحديد مهمه جدا لدخول افريقيا. عشان اشجع الاستثمارات بتاعتي دي لازم ادخل افريقيا بالسكه الحديد، اعمل طرق، شبكه طرق. السكه الحديد مهمه جدا، بس انا بتكلم في نقطه، مشروع السكه الحديد لابد ان يكون استثمارات. الدول الافريقيه لا تستطيع تحمل تكلفه السكه الحديد. يمكن انا تحدثت مع رئيس البرلمان الافريقي واتكلمت معاه في موضوع السكه الحديد ما بين مصر ودول افريقيا، وقال لي ان احنا التكلفه والقدره بتاعتنا لا تستطيع عمل ذلك، لكن نستطيع ده من خلال استثمارات اجنبيه، من خلال استثمارات اوروبيه، من استثمارات الصين ودول كثيره. الصين معتمده اكتر انها تدينا منتجات، يعني احنا بنستورد من الصين من ما بين 12 مليار دولار حجم التبادل التجاري بيننا وما بينهم. انا شايف ان احنا الافضل ان احنا ندخل استثمارات مع الصين في السكه الحديد القطارات. انا رحت يعني لما بزور الصين دايما واليابان، كل الحركه عندهم سكه حديد، كل حركه عندهم اندر جراوند، البلد كلها بتتحرك كده، ما فيش عربيات بتمشي، الناس كلها بالمترو وبالقطر، هو بينقل بكل حاجه. لا بكل حاجه ما عندهمش، لكن الترين اساسي للتنميه، اساسي لي. وبعدين في نقطه عجبني، حاجة لسه جايبها شفتها من الصين. طبعا أنا اتكلمت مع وزير النقل هنا، كيفية استغلال محطات المترو في أن أنت تعمل محلات تجارية وتعمل تسويق لكل محطة، بالذات على الأقل المحطات الرئيسية، يعني محطة في مصر الجديدة لابد أن يكون فيها شوبينج تحته ومحلات أكل وشرب وكافيهات ومحلات لبس، وبيستفيد هو كل محطة بيطلع له فلوس. الاعلانات جوه المترو نفسه طبعاً كثيره جدا طبعاً. في تشاينا عملوا حركه جديده، بقى يمكن من الايراد بتاع الاعلانات والحاجات دي كلها، وجدد بيه المنظومه كلها، بدل ما كل شويه بتحمل على المواطن تقول المترو بيخسر وكذا، عاملين حركه. بس احنا برضو ده ما يمنعش ان احنا عندنا ارخص تذكره سعر مترو. انا ما بنكرش ده، بس هم هناك منظمينها ازاي بعدد المحطات، احنا اللي احنا وصلنا له متاخر برضو. ما هي السياستك اللي كانت بدات في الاول هي اللي بدات غلط، فانت عودت الناس على حاجه معينه وبعد كده جاي تغيرها، فهي جاي تغيرها في ظروف صعبه كمان، جاي تغيرها في وقت صعب. ما هي دي النقطة، يعني انت حررت سعر الصرف وزودت الاسعار والتضخم والمشاكل دي، وجاي تقول ظروف عادية لو قلت للمواطن انا هزود سعر تذكرة المترو نص جنيه وجنيه واتنين جنيه وتلاتة جنيه، ممكن ما يتكلمش. لكن دلوقتي مع الظروف الاقتصادية هي دي النقطة، الناس مش مستحملة. عاملين حركة حلوة جدا، يعني انت مثلا في المترو الانفاق مثلا بتلاقي في منطقة كده مظلمة حيطة اللي هي اللي انت بتعدي عليها، عامل عدسة سنسور، عدسة صغيرة كده في الباب المترو من بره،
بتنور على الحيطة المظلمة دي طول ما أنت ماشية بإعلانات. فيعني حتى بيفكر في أن المنطقة المظلمة اللي بيمشي فيها المترو أن أنا ما خلاش مظلمة. صحيح. أن أنا ما خليكش تشوف جو صحيح. شكل كئيب يا فندم. في تكنولوجي كده أنا شفتها في إيطاليا, والحقيقة ده كان من سنين طويلة, مش حاجة جديدة يعني, من سنوات كده. في بعض الفنادق لما بتمشي في الكوريدور, لما بتطلع من الأسانسير وانت متجه لغرفتك مثلا, لما بتمشي في الكوريدور لتوفير الطاقة انت بتمشي المساحة اللي انت داخل عليها في الكوريدور بتنور, المساحة اللي انت سبتها خلاص بتضلم. هو اي نعم بتحس انك عايش في بيت رعب ولو طلع لك حد ولا حاجة يعني يثبتك, يعني هتتثبت تماما لانه وراك ضلمة. أيوه. بس انا بتكلم على التكنولوجي. دي حقيقة. بتكلم دي حقيقة. يعني ده من سنين طويلة. انا القصة اللي شفتها من عشرات السنة, يعني من 10 سنين مثلا. دي حقيقة. دي حقيقة. اللايتس والتكنولوجي في توفير الطاقة. احنا مفتقدين الافكار دي. احنا بالامانة مفتقدين الافكار دي. البنزين والسولار عندهم الحاجات دي مهمة جدا, بيوفروها بشكل او باخر بكل الطرق, بيستخدموا حاجات وتقنيات, حتى بيحافظوا في قطع غيار السيارات نفسها, بيحاول يغرف معادها عشان ما تستهلكش معاه بنزين كتير, لان هو البنزين عنده غالي, فكل حاجة ليها قيمتها. صحيح. كل حاجة بيحطها في مكان. لكن احنا عندنا ما بنحافظ, يعني كل واحد بيجي يغير كاوتش مثلا عشان حوادث الطرق مثلا كمثال, بيغير كاوتش امتى؟ تلاقي ماشي بعربيته 90,000 كيلو و100,000 كيلو, وبعدين يفكر كاوتش لما الاربع فرد يجيبوا اخر, هو عرض نفسه للخطورة. ورقم اتنين كمان لا, وبعدين بقى التبعيات سوق الاسفلت سوق لا, والتبعيات بقى بتاعت اثار, انت ماشي بكاوتش بايظ بيأثر معاك بقى, هتلاقي نفسك عندك تحملت قطع غيار تانية اضافية, بوظت السسبنشن بارس اللي هي الاجزاء العفشة معاك, لان انت استهلكت التايرز فترة طويلة. الثقافة الاستهلاكية عندنا يا سيادة النائب هي دي المشكلة. بس هي دي كل حاجة دي زي بالظبط, بقى لنا سنين بنقول يا جماعة بلاش ليلة رمضان, ليلة اول يوم رمضان دي بلاش نحسس بعض ان احنا اتفاجئنا ان رمضان بكرة. الناس بتهجم على الاسواق فالاسعار بتعلى جدا. صح. في حين انك بعد رمضان بثلاث اربع ايام بتلاقي الاسعار رجعت نزلت تاني, وبتبدا الممارسات الاحتكاريه تشتغل. احنا عندنا مشكله غير الزحمه, غير الخناقات, غير كل حاجه, غير الاشارة المروري في كل الشوارع ليله رمضان دي. يعني عندنا ثقافه استهلاكيه جزء كبير قوي منها لازم يتغير. دي حقيقه. دي حقيقه. يعني انا شايف ان احنا دلوقتي مهم جدا ان احنا نشتغل على دول افريقيا, مهم جدا ان احنا انا مش عارف الكونسوليات بتاعتنا والسفارات والملحق التجاري والملحق كذا والملحق كذا لابد ان هم يشتغلوا الفتره الجايه بشكل اخضر. انا محتاج ان انا اعاده استراتيجيه خاصه لسفاراتي كلها في افريقيا, محتاج ان انا عندي يبقى عندي داتا ومعلومات واضحه عن كل دوله احتياجاتها, محتاج ان انا افتح اسواق ومعارض في الدول دي كلها, محتاج تواصل مع الدول دي كثيره, محتاج اشجع المستثمرين بتوعي ان هم يتجهوا لهذه الدول. صحيح. محتاج ان انا ازود انتاجي في هذا الاطار. طيب سؤال اخير لحضرتك, طبعا في توصيات يعني بالفعل صدرت, 5 توصيات صدرت في ختام مؤتمر افريقيا 2017 بشرم الشيخ. دكتورة صحة النصر طبعا اعلنت التوصيات, توصيات المؤتمر, يعني اوصى المؤتمر في ختام فعالياته امس السبت على 1 زيادة التكامل الاقتصادي وتشجيع ضخ استثمارات جديدة في بلادنا الافريقية, 2 اقامة مشروعات مشتركة خاصة في مجال البنية الاساسية لتدعيم الاستثمار والتبادل التجاري بين دول القارة الافريقية, 3 تعزيز دور القطاع الخاص الافريقي بين هيئات الاستثمار, وانا سعيدة هنا نسمع عن القطاع الخاص, 4 تنفيذ برامج محفزة لريادة الأعمال وتبني مبادرات لاتحاد التمويل, 5 تمكين المرأة في كافة مجالات النشاط الاقتصادي كعنصر فعال في عمليات التنمية في أفريقيا. شيء جيد جدا, بس أنا مش عايزه بالكلام, أنا عايز لما تيجي تقول لي إقامة مشروعات مشتركة تقول لي هنعمل مشروع 1 2 3 4 كذا. لما تيجي تقول لي ان انا عايز ازود بنيه تحتيه بتاعتي, هشتغل على مشروعات البنيه التحتيه, تقول لي هعمل 1 2 3 كذا. عايز ازود صادراتي للاسمنت, ازود صادرات, طبعا المشكله عندي دلوقتي في الحديد والاسمنت, عندك مصانع بس انت داخله في مشروعات ومباني وكذا, فكل استهلاكك كله داخل في السوق المحلي, ما عندكيش مجال تصدري, فدي برضو نقطه. واتمنى الفتره الجايه بعد القرار اللي خده وزير التجاره والصناعه, للمفترض قبل ما تاخذ قرار بالاغراق اللي هو على واردات الحديد, انه يبقى قايل يضمن ان عدم زياده اسعار الحديد في السوق المحلي. طالما انت عايز تعمل سياسه الاغراق ان انت تمنع الواردات من بعض الدول المعينه عشان تحافظ على المنتج المحلي, رغم ان المنتج المحلي اساسا انا شايف في الحديد ما فيش, يعني ده مش ملحقين على السوق المحلي, فانت بتقول عايز احميهم, ماشي, حضرتك مفترض قبل ما تاخد هذا القرار تضمن ان ما يزيدش اسعار الحديد, عشان ما يبقاش في احتكار بقى, عشان ما يبقاش في احتكار, انما ما تجيش تقول لي بمنع الواردات. طب ازاي بالمنطق ولا امارس دوري الرقابي, ما انت ما عندكش رقابه على الصناعه المحليه,
فتيجي تلاقي الحديد زاد والاسمنت زاد وزودتي على المواطنين وزودتي السكن وتلاقي الناس الغلبان ده ما مش عارف يسكن. طيب انت دلوقتي بتحمي ده يبقى لازم تقول لي في نفس التوقيت انا بضمن كذا. تخيلي ان الحديد مثلا بضمن كذا ده ازاي يا ست؟ ما انا اقول لحضرتك حاجه قولي. يعني انا عايز افهم حاجه المنطق. يعني انت بعد تحديد سعر الصرف ووصول الدولار 17 وشويه وشحن ونولون وخدمات وارضيات ازاي الحديد يجي من بره مستورد ارخص من مصر من الصناعه المحليه؟ ازاي يعني بالمنطق؟ يعني الاول لما كان الدولار رخيص نقول ماشي يقول لك ده بياخد دولار رخيص وبيجيب دولار من بره والدولار الجمركي منخفض وبيجيب كميات اكبر والدولار الجمركي اقل. بس ازاي بعد ده كله ان احنا بيحصل يعني ده نقطه من الجانب. انا عايز احمي المواطنين، عايز القرارات الحكوميه تكون فعلا بتحمي المواطن البسيط. عندنا قوانين هتصدر، يمكن قانون حمايه المستهلك انا شايف ان في بعض المشاكل خاصه بالعقوبات، يمكن عقوبات مبالغ فيها ومش متنافيه جدا مع يعني مع الواقع يعني. فخليها الموضوع اخر نتناقش فيه، لكن انا شايف الفتره القادمه محتاجين ان احنا افريقيا محتاجين الجانب البنكي والمصرفي مهم جدا. يمكن انا سمعت من محافظ البنك المركزي ان عايز عمله تجاريه موحده ما بين دول افريقيا. محتاجين كمان تفعيل البنوك المصريه انها يكون لها فروع في الدول الافريقيه عشان تستطيع التواصل وتمويل المشروعات وتمويل البنيه التحتيه، دي مهمه جدا. منظومة كلها عايزة تتغير، منظومة كلها عايزة تنفتح بشكل آخر، عايزة أوصل للمواطن المصري اللي قاعد في البيت ده يعرف يعني إيه أفريقيا، يعرف قيمة. في برضو مشروع كنت مقدمه أنا لازم مهم جدا لأن هو في تواصل مع دول أفريقيا اللي هو إنشاء حديقة حيوان عالمية، واحدة في أكتوبر واحدة في الشروق. عايز أنشئ حديقة حيوان عالمية ما بين مصر ودول أفريقيا. إحنا بالأرض مفيش دولة لا أفريقية ولا أجنبية ولا أوروبية هترضى تدي لك حيوان واحد من عندنا. انا نطرح الفكره، احنا عندنا اساءه رهيبه. ده موضوع تاني. حضرتك رحت مع حديقه الحيوانات مؤخرا؟ لا، اللي في الجيزه بقالي كتير مره. طب لا انا رحتها قريب. روح انا اقول لحضرتك حاجه، انا هسيبهم يديروا اللوكيشن بتاعهم يعني كل دوله. ايوه بس العماله هتبقى منين؟ طب بص يا فندم روح حضرتك كده بقى. اوكي، يبقى دي مشكله عندنا. خليني ساكت، خليني ساكت. اقتراح هايل ومشروع هايل، وطبعا يعني يعمل تبادل كمان ثقافي حتى وكل اللي حضرتك بتقوله. وسياحة بس أنا وسياحه انت طبعا شايفة وكل إحنا حاجه ما عندناش. لكن احنا معتمدين على الاثار اللي موجوده عندنا، احنا ما بنحاولش ان احنا حتى في عندنا شمبانزي يا فندم، في عندنا شمبانزي يا فندم. لا، والسيده السيده اللي صورت الحمار ده اللي هو متعذب في العرب واشتريته هي حتى يعني بالزبط. طبعا بالزبط. شيء سيء جدا يعني. بس يعني بعض البروجكت بنحاول نقدمها، بنحاول نعمل تواصل مع دول افريقيا، بنحاول ان احنا نقدم لهم مشروعات. لابد ان انا اطرح مشروعات. والمره الاخيره بقول ان الحكومه لابد انها تغير سياستها الفكريه. محتاجين وزراء عندهم فكر استثماري. انا محتاج وزير عنده فكر استثماري، محافظ عنده فكر استثماري، رئيس حي عنده فكر استثماري. كل المنظومه لازم يكون عندها فكر استثماري، ما يبقاش الاستثمار كلمه وليس فعلا. بشكر حضرتك جزيل الشكر سياده النائب عمرو الجوهري عضو لجنه شؤون الاقتصاديه بمجلس النواب. شكرا على الطرح، شكرا على المعلومات وهذا النقاش. شكرا لحضرتك يا فندم. وطول الوقت الحقيقه لازم نراجع القوانين ولازم نشوف، وفعلا زي ما سياده النائب قال مش الفكره بس ان يكون عندي قانون استثمار، الفكره كيف يطبق القانون، اللائحة التنفيذية للقانون، العقبات اللي ممكن تكون لسه بتواجه بعض الناس بقى على أرض الواقع حتى بعد صدور القانون، ثم معالجة هذه العقبات. دي كلها حاجات مهمة جدا. مش دوري كحكومة أن أنا بس أطلق القانون، ولو أنه حتى إطلاق أو صدور القانون ده لوحده كمان بياخد مرحلة طويلة جدا من الزمن. بيبقى في أغلب الأحوال المواطن محتاج فعلا أن هو يحس بتغيير في قطاع ما أو في خدمة ما بيحصل عليها. أنا نطلع نشوف مع بعض التقرير. الحقيقة أنه الهيئة العامة للتعاونيات البناء والإسكان سلمت امبارح السبت وحدات سكنية جديدة مزودة، طبعا هي مؤسسة ومزودة بالأجهزة الكهربائية. فين؟ في مشروع الأسمرات في المقطم في محافظة القاهرة. 135 أسرة تعاقدوا مع الهيئة على وحدات الأسمرات بنظام التمليك والإيجار. استلموا وحداتهم بالفعل بالأمس، طبعا منهم من شاغلي وحدات المرحلة الأولى بالمشروع 129 عمارة في القطامية مدينة القاهرة الجديدة كمان اللي هي كانت غير آمنة. الهيئة قامت بتوفير أتوبيسات عشان تنقلهم للوحدات الجديدة بالأسمرات. زميلنا كريم عبد الكريم أعد لنا هذا التقرير، نروح نشوفه ونرجع مباشرة نتكلم عن حلم لمجموعة من الشباب الجميل والأبطال اللي بيتحدوا الإعاقة، إعاقة ربما لها علاقة بالتخاطب والسمع. هم من الصم وضعاف السمع، لكنهم الحقيقة في منتهى البطولة لدرجة أنه كان عندهم حلم الظهور على خشبة المسرح وتقديم عمل مسرحي جميل ومحترم. نتحدث عنه بالتفصيل وعن مسرحية العطر بعد هذا التقرير.
تم تسليم 135 أسرة وحدات سكنية كاملة التجهيزات بحضور ومتابعة الدكتور حسام رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان. بنسبة النهاردة أن المواطن اللي عايز يحترم الدولة ويدفع ثمن الخدمة المؤداة ليه وبيتعاقد مع الدولة، طبعا احنا بنعضد هذا الكلام، وفي نفس الوقت بنأكد ان حقه في انه يقعد في حياة كريمة. المكان هنا مليان كل الخدمات متوفرة، وفي نفس الوقت النهاردة الناس كلها تعاقدت بعد ما كان في وحدات مقتحمة ومتعد عليها في القطمية. دي المرحلة الأولى بتشمل 11 عمارة من العمارات اللي فيها سكان. عدد الناس اللي هم موجودين 183 أسرة. عدد الناس اللي هم جم فعلا تقدموا وقالوا احنا يعني عايزين نتنقل النهاردة 130 أسرة، وهم دول اللي هيتم نقلهم على 3 أيام، النهاردة وبكرة، وإن شاء الله آخرهم هيبقى يوم الاثنين بعد بكرة. النهاردة لما تتفرج على أبناء الأسمرات اللي انتقلوا الأسمرات، عندنا فريق كاراتيه مكون من 220 طفل، منظر يسلق الصدور، بيتمرن يومين في الأسبوع، حاجة بصراحة ربنا حاجة تفرح. وبخلاف الأنشطة التانية المتعاونة معانا جهات كتيرة جدا اللي بيعملوا ندوات تثقيفية وترفيهية ورياضية لأبناء الأسمرات، وكل يوم عندنا في الأسمرات في جديد. جميل قوي ما شاء الله، اللهم صل على النبي، يعني هنا احسن من الحته اللي احنا كنا فيها 100 مره، مش 100 بس، ده الاف. هنا جميل الصراحه، يعني كفايه النظافه هنا، وكفايه الميه الجميله والنور الجميل والمجاري جميله ما شاء الله، يعني هنا ما شاء الله، والناس هنا زي الفل، يعني ربنا يبارك لهم يا رب ويبارك لكم. هنا جميله جدا، هناك احنا كنا فيش ميه ما فيش نور، كنا احنا اللي مركبين الميه والنور، وكل شويه البلطجيه بيقطعوا علينا وعشان ياخدوا فلوس مننا ويركبوها لنا تاني. فرق كبير بين الشقه دي والشقه التانيه، الشقه التانيه كانت على المحاره، الارض خرسانه، بس الميه احنا اللي مدخلينها والكهرباء احنا اللي واخدينها كده، يعني ما فيهاش اجهزه طبعا ولا فيها حاجات مش مجهزه عامه. فرق كبير، فرق كبير، وربنا راضي علينا، ربنا يبارك للناس كلها. قرار نقل الأسر من حي القطامية إلى الأسمرات كان بناء على تقرير فني رجح إزالة البنايات القديمة والمتهالكة لتدهور حالتها الإنشائية وخطورتها على أرواح المواطنين. كريم عبد الكريم، صباح دريم. انا كأصم بتفرج عليها، الصم مبسوطين جدا لان احنا بنتفرج على افلام كتير المتكلمين ما بنبقاش فاهمين، اول مره اشوف حاجه تبقى لينا كصم حاجه بتاعتي، فدي فرحاني مبسطاني يعني. الحمد لله محمد علام ما خدني لمسرحيه العطر، وان انا حاولت كتير، قعدت اشتغل كتير جدا، ما اول مره في حياتي ان انا اتدرب واعمل بروفات، فاشتغلت وبقيت الموضوع ان هو سهل ان انا ابقى فنانه. وبعد كده افتتحنا مسرحيه العطر، كنت خايفه جدا، الناس كتير قوي على المسرح، ومثلت الحمد لله. في غلطت كتير، بس كانت اول مره في حياتي ان انا اقف على مسرح وامثل. انا مثلت في فيلم ان شاء الله هينزل على راس السنه، واحد اسمه الفيلم حبيب، اسمه وخطيب مراتي، طلع في مشهد فيه بان هي يعني زوجه وحامل وبتمثل يعني مشهد فيه مع هاجر جمال واحمد جمال واحمد رجال، دول برضو صم معاها، وده اول فيلم كانش فيه خالص اصلا صم يبقوا يمثلوا اساسا. اول حاجه فتحت مسرحيه العطر علام هو اللي اتكلم، قال انا عايز اجيب صم. انا فكرت ان الصم عادي هتبقى مسرحيه عاديه، لكن الفنانين يجوا يحضروها ويبقى فيها حاجه، لا. بس انا اشتغلت بروفا وكنتش فاهم يعني ايه متكلمين وصم هيبقوا معانا،
سكتت واشتغلت في البروفا. ولما فتحنا اول يوم كان اول يوم لينا لو انا كممثل قدام جمهور وناس كتير وزحمه جدا. وفي الاخر خالص بعد كده انا ماشي في الشارع الناس بيقولوا لي انت كويس جدا, احنا عيطنا, احنا اشعرنا باللي انت كنت بتعمله. هو راح المعهد التمثيل اتكلم معاهم قال لهم انا عايز ان انا ابقى فيه, قالوا لا ما ينفعش ان انت اصم فده ما ينفعش. فانا مشيت زعلت جدا وتأثرت, بس الحمد لله بشتغل في شركة التأمين بس بحمد ربنا على ده. وفجأة صحابي كلموني قالوا لي تعالى تعالى في تشتغل معانا تبقى ممثل في مسرحية تتدرب وتحفظ. بقول انا عارف اي نفسي قوي ان انا امثل مسرحية العطر الحمد لله. انا مشتغل انت ليه دخلت هنا ازاي؟ انا عندي شغل انا عايز اقطع روح. انا مشتغل انت بتقول ايه يا جماعه؟ انت فاهم بقول ايه؟ انا عايز اقطع روح دلوقتي يا عم جروفا. وانت دخلت ازاي عليا كده؟ ربنا لما بيشيل نعمة من حد بيعوض له نعمة تانية. يعني ربنا ممكن يكون خد منه نعمة الكلام أو السمع بس حط جواه كتلة إحساس غير طبيعي لوحدك. أولا بره عن فكرة التعاطف والشفقة والكلام الفاضي ده كله. أنا مش عامل عرض تعاطفي ولا شفقة خالص, ده بيصوره. أنا عامل سم سائرين, يعني اللي هو لا إحنا سم, أنت جاهل عشان مش عارف اللغة بتاعتي. انت جاهل عشان مش عارف اللغه بتاعته, دي حقيقه, لان ربنا ممكن تتعلم انت بسهوله اللغه بتاعته لكن هو لا يمكن ينطق لا يمكن يسمع, فاهم حاجه؟ فاذا هو ما باليد حيل, ما عندوش, مش هيعرف. عايزين ايه؟ عايزين ميركل, يعني عايزين معجزه عشان ده يحصل, مش هيحصل. لكن انت ببساطه شديده ممكن تتعلم لغه الاشاره, فهو حقه عليك كمتكلم انك تتعلم لغه الاشاره. مسرحية العطر تقديم شباب مش زي أي شباب, شباب بيضرب يعني أمثلة في حاجات كتيرة قوي, في التحدي والصمود وفكرة إنك تفضل ورا حلمك لغاية ما تحققه. مسرحية العطر فيها مزيج ما بين الشباب اللي بيتكلم بصورة طبيعية وما بين الشباب اللي عندهم إعاقة في التخاطب أو يعني الصم وضعاف السمع. هنتكلم مع بعض أبطال المسرحية, طبعا كان نفسنا كل أبطال المسرحية يبقوا موجودين الحقيقة, لكن معنا مجموعة منهم دلوقتي هنرحب بيهم ونتكلم أكتر عن التجربة الجميلة دي اللي احنا سعداء إننا في صباح دريم بنقدمها. ضيوف العمل المسرحي الأبطال الأستاذ أحمد جمال, يا أهلا بيك يا أحمد. أهلا وسهلا بحضرتك. تاني مرة تجيلنا. أنت تاني مرة, أنت تاني مرة. المرة الأولى كنا في أوبريت تحيا مصر أو أغنية تحيا مصر, صح كده؟ وتعلمت منك أنه تحيا مصر, صح كده؟ تمام, تحيا مصر. أهلا بيك يا أحمد. كمان منورنا بطل من أبطال مسرحية العطر أحمد عبد النبي, أهلا بيك يا أحمد. أهلا بحضرتك. أول مرة تجينا. أول مرة. وإن شاء الله مش هتكون آخر مرة. إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. أهلا وسهلا بيك. وجميلة الجميلات اللي بحبها وكل مرة أقول فيها شعر في جمالها, وبصوا القمر اللي قاعد, مادونا ازيك؟ أهلا بيكي, وحشتينا من المرة اللي فاتت. وبعدين حبينا أصحاب بقى لما جات لي مرة اللي فاتت هنا للاستوديو وعلى الفيسبوك عند بعض ونقعد بقى نعمل شات بقى ونتكلم. أهلا بيكي يا مادونا. سارة الجوهري برحب بيكي مترجمة, وبشكرك على وجودك, وانت كمان من يعني بتعملي في المسرحية طبعا, يا اهلا وسهلا بيكي يا سارة. عايز ابدأ اتكلم مع الشباب, خليني اوجه سؤالي لأحمد احمد جمال الخطيب الاول. احمد, المسرحية فكرتها جات ازاي اصلا؟ بقالكوا قد ايه بتقدموها؟ وليه ده كان حلم عندكم انكم تشتغلوا فيه او تقدموا عمل مسرحي؟
في البداية أنا ما كنتش أعرف أحمد عبد النبي كلم أحمد جمال بيقول له تعالى في مسرحية شخص مترجم جبنة عشان المسرحية دي اسمها مسرحية العطر. كنا روحنا عشان نشوف, قال له إن شاء الله هبقاجي. خدوا ورحنا عشان نشوف المسرحية دي, قابلنا المخرج محمد علام, شفناه كشخصه عادي, شخص عادي ما كناش نعرف هو ايه, بس الحمد لله هو طلع حد بيحاول ان هو يعمل حاجات ودماغه كويسة جدا, ربنا اداله يعني عقل في شغل كويس جدا. مسرحية العطر كانت اتعملت وبعد كده وقفت. تمام. اتعملت امتى؟ معلش اتعملت امتى المسرحيه دي؟ اتعملت امتى اول مره اتعملت السنه اللي فاتت في 2016 وكانت قعدت فتره كبيره بيهم بنفس الشباب. نفس الشباب بنفس الشباب اتغير خالص. حلو. وبعد كده المسرحيه وقفت عشان عملنا تحيا مصر. استاذ عمرو هو المسؤول في شؤون المعنويه, هو اللي خدنا عشان نعمل تحيه مصر هناك تبع الجيش في الشؤون المعنويه. هو بيقول ان هو ومحمد علام تواصلوا مع بعض لان هم اصحاب, فبرضو ده بشكل شخصي شكرا لمحمد علام ان هو عمل ده, برضو ساعدنا في ده. احنا حاولنا ان احنا نعمل اغنيه تحيه مصر وقعدنا نعمل حاجات تاني, فعلام قال احنا لازم ان احنا هنرجع مسرحيه العطر تاني اللي هو السنه دي, ان احنا لازم نرجعها. واحنا رجعناها. احنا كمتكلمين كصم مع بعض الموضوع كان صعب, بس احنا حاولنا كتير ان احنا نحاول ان احنا نعلم بعض ونشتغل. المترجم اشتغل معانا, هو اللي كان بيحاول يعمل مزيج ما بين الاثنين. دلوقتي المتكلمين بقوا يفهمونا ويحسوا بالمسرحية كويس جدا, فمسرحية العطر بتفتح لحد دلوقتي والسنة دي كمان. والحمد لله بطل المسرحية اصلا سيف بطل المسرحية. سيف بطل واحنا المسرحية. انا بس عايزة سيف اوجه له تحية كبيرة قوي قوي قوي, بطل المسرحية سيفو زي ما بنسميه. وكان نفسنا يكون معانا النهاردة الحقيقة لكن هو مسافر, فبوجه لك تحية يا سيف ولكل باقي الزملاء في العرض. مين كاتب العمل المسرحي؟ واحنا قلنا المخرج إيه؟ كاتب اللي كتب العمل المسرحي, كاتب مسرحي العطر محمد علام. أوه. والمخرج محمد علام. حلو. ما بيمثلش محمد علام في المسرحية؟ لا بيمثل. بيمثل برضو. بيمثل كان لا كان ممثل معانا و فعلا ممثل هايل. اوكي. علام هو ممثل. أيوة. وحد معروف جدا في التمثيل, يعني دماغه عبقرية جدا في التمثيل. حلو. وعلى فكرة بيمثل أكنه حد أصم جدا. لما جه خد دور مكان حد كان بيمثل معانا من المتكلمين, لا كان أكنه أصم. الناس كانت فاكينه واحد أصم منهم. فعلا. مش حد متكلم. فعلا. هو بيحاول ان هو يعمل مسرحية العطر دي, اسمها مسرحية العطر دي فكرة. ان احنا بننشرها. هو قايل عليها ان العطر فكرة. العطر فكرة. دلوقتي مسرحية العطر مبسوطين بيها جدا, ومبسوطين جدا عشان الجمهور جميل جدا بيجي, وان الناس بتفهمنا الحمد لله, وبيخرجوا بيبقوا فرحانين بده. الله. ان شاء الله في التقدم ان احنا هنعمل حاجه. الله. احسن من كده بكتير ان شاء الله. الله. قولي له انا ببقى كل مره سعيده بيه قوي والله العظيم يا ساره, بيدينا طاقه ايجابيه كده وشيء جميل حقيقي يا احمد بجد انت عارف. اروح للكلام مع احمد عبد النبي. بجدد الترحيب بيك مره ثانيه. اهلا وسهلا بيك مره ثانيه. اهلا بحضرتك. وانت بقى الفكره جت من عندك, انت اللي كلمت احمد جمال بقى زي ما هو قال وقلت له تعالى في مسرحيه نشتغل فيها. ايه اللي شجعك اصلا على الفكره؟ وهل انك تقف على خشبه المسرح وتقدم عرض مسرحي مع الاعاقه ده ما كنتش قلقان منه يا احمد؟ هو بيقول ان حد من المترجمين لما قالوا له ان هو يجي فاكر زمان, انت على فكره كان بيمثل زمان في مسرحيه اسمها انا مش سامعك تبع مؤسسه مصريه لحقوق السم, فكلموه قالوا له انت قبل كده كنت مثلت فاحنا عايزينك تيجي. كان ساعتها اللي بيمثل معايا كان احمد جمال وسيف وكذا حد من الصم, بس كل واحد ما كانش فاضي, قعد يكلمهم بالعافيه تعالوا لازم نعمل مسرحيه جديده.
واحده واحده راح كلم احمد جمال وسيف كلمهم تاني ونجح بده خدهم وراح شاف ان في الاول بدايه ان محمد علام ما كانش عارف يتواصل معاهم واللي هو حد اللي هو مش ما فيش تواصل ما بينهم قوي. قعدت افكر قلت انا احنا هنبقى كده هنبقى مسرحيه يوم واحد فعلام برضو هيعمل معانا ان احنا مسرحيه يوم واحد بس وبعد كده ما حدش يسمع عنها حاجه. فحاولت اللي هو قلت انا هجرب. المترجمه جابتنا واشتغلنا هناك وواحده واحده ازاي قاعد يدربنا ان ازاي تقف على المسرح ازاي تبص للجمهور. انا قلت له انا عارف انا وقفت قبل كده على مسرح وفاهم وعارف يا ولد على الثقه. ايوه قولي له قولي له حلوه الثقه دي جدع. هو واحمد جمال كان عارف برضو وسيف كان عارف ان هو ازاي يقف على خشبه مسرح قدام جمهور عندهم تجارب قبل كده. وصفت كان لسه لان كان لسه وهاجر كانت لسه برضو. كان في يعني ناس كانت لسه وناس كانت عارفه. كان في بنت اسمها ايه معاهم هي كانت لسه مش عارفه يعني ايه خشبه مسرح. الاربعه المتكلمين الخمسه المتكلمين اللي معانا كانوا بيعرفوا لان هم في معهد اصلا. فالمترجمين بقى اللي هو يساعدوهم يقول لهم اعملوا اشاره دي كذا. عمر كان يعلم ساره كانت تعلم حاجات ونعرف نتكلم مع بعض. انا كنت افهم الاشاره انا ما افهمش شفايف قوي افهم اشاره افهم الاشاره مترجمين يفهموني وبعد كده بقى اعرف اختلط معاهم في الموضوع. ومحمد علام ما كانش بيعرف اشاره واحنا اللي علمناه اشاره علشان يعرف يتواصل معانا بعد كده. وكان يقعد يدربنا المسرح ازاي ونشتغل ازاي لحد ما جمعنا بقينا فريق كويس جدا. الفكره جت من عند محمد علام. العطر هي كانت فكرته فعشان كده سماها فكره. والناس جت لنا وشافتنا لقينا مش انا لوحدي بس الفرحوا بيا لا فرحوا بالجميع بكل الفريق. البطل بتاعنا هو سيف والفريق بتاعنا كله صموا مع بعض. ومحمد علام معانا برضو من فريق معانا واحنا دلوقتي عمر فكرة حلوة قوي. فكرة الناس اللي معاكوا الشباب المتكلمين التعامل والاندماج كان سلس كان بسيط الدنيا كانت سهلة كان لسه كانوا بيتعلموا لازم واحدة واحدة. كان في الاول اللي هو مش عارفين الكلام كانوا لهم ازيكم كويسين ما كانوش فاهمين يعني ايه عامل ايه انت كويس طب امبارح ما كانوش فاهمينها طب بكره بعده مشكله واحده 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 لحد ما اتعودنا. وشهرين شهر ونص بقوا بقينا نعرف نفهم بعض ونتكلم مع بعض. رائع رائع. انا بحييك مره ثانيه يا احمد الجميله مادونا منورانا مره ثانيه. اشتراكك في المسرحيه قولي الاول انت بتدرسي بتشتغلي لسه في المعهد لسه بتدرسي معهد ايه؟ معهد ايه؟ معهد ألسن اللي هو بتاع المعلومات للصم نظم ومعلومات للصم نظم ومعلومات للصم. انت لسه بتدرسي في المعهد في سنه كام يا مدن؟ في رابعه. سنه رابعه قربتي يعني ان شاء الله. طيب قولي لي بقى فكره اشتراكك في المسرحيه الوقوف على خشبه المسرح يعني كلمينا بقى عن التجربه كده زي ما عبد النبي وجمال كلمونا دلوقتي. في البدايه خالص الناس قالوا ان في قريب في مسرحيه قالت هي انا مش سامعك اللي هي كانت عادي دي يلا فرصه اروح اجرب. رحت جربت اللي هو كان علام كان قاعد وباصص لي اللي هو ما فيش يعني انا كنت بمثل انا بمثل شخصي انا بطلع اللي فيا انا عارفه ان انا تمثيلي هيبقى وحش لان انا اول مره بس جربت وقفت على خشبه المسرح وكنت تجربه. في الاخر علام قال لي يلا يلا انت كويسه فاللي هو كويسه طب انا بقيت مع فريق انا ما اعرفش بقى راح هو راح قال هاجر دي كويسه بتمسك كويس هو انا ده انا اول مره في حياتي اقف على مسرح اللي هو ازاي يعني. بعد كده عملنا بروفا قالت ماشي قعدت بقى تعمل بروفا ما كانتش عارفه اذا كان انا هعرف ولا لا ان انا اخلي الجمهور يبقى شايفني كويس ولا لا اللي هو شويه شويه انا حاسه ان انا المسرحيه ديت مش خلاص احنا بعد ما الاول سنه اللي فاتت خلاص هي بتقول المسرحيه كانت وقفت فتره وما اتعملتش كانت لسه ما اتعملتش وقفت قلت خلاص يبقى هي مش هتتعمل خلاص انا كنت حاسه لا تاني كلمنا وقلنا لا في بروفا وهنشتغل علشان هنفتح اللي هو ايه مش مصدقه احنا هنفتح لا 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 السم هم ينجحوا لا 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 مش مستحيل ان ده يحصل بجد ان احنا هنفتح. انا استغربت اللي هو شكرا جدا علام كان شايلنا جامد جدا وساعدنا كتير فاللي هو ناس كتير جت وجاب ناس كتير قوي. الهدف من العطر دي ريحه تفوح لكل الناس
تروح لكل الناس عشان يعرفونا. مسرحية العطر كانت بتنشر كتير 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 اكنها زي الريحة اللي كل الناس عمالة تسمعها في تشمها في كل حتة، لحد ما احنا عملناها وانا حبيت جدا ان فنانين جولنا وناس عاديين كمان حسيت ان احنا مش مهمشين، ان احنا ابطال وان احنا بنفهم ان احنا بنمثل كويس. احنا طبعا نفسنا ان احنا يبقى في فنانين كتير يجوا يحضروا لحد دلوقتي. مين الفنانين اللي حضروا لغايه دلوقتي او الشخصيات اللي عامه كده؟ مين؟ أمينة خليل، الله، أحمد داود، الله، إيهاب فهمي، حلو، نشوى مصطفى، حسن حرب، حضر لنا مين تاني؟ مين؟ ناس كتير كان السنة فاتت، ناس كتير قوي، بس حلو. السنة دي ما حضرش غير أكتر التلاتة اللي هو أمينة خليل واحمد داود وحسن حرب، لان احنا العطر السنه دي ما نشرتش قوي للفنانين. حلو قوي قوي، حلو قوي، جميل. انا عايزه مادونا تحكي لنا عن اول يوم ليها على المسرح بقى، يعني بعد البروفات وبعد ما هي كانت بتقول انا مش هقدر ومش معقوله هنطلع على المسرح والصم يبقى ليهم مسرحيه وجمهور والكلام ده، وعلام اللي انا بوجه له هوجه له دلوقتي الحقيقه محمد علام تحيه كبيره جدا، قعد يشجعها وقال لها هتنجحي ان شاء الله وهتعملي ده. اول يوم بقى لما الستاره اتفتحت كده وطلعت على المسرح، افتكرت اصلا اي جمله؟ افتكرت حاجه تقولها؟ وقفتي لما وقفت كان في نور، ما كنتش شايفه الناس، ما كنتش عارفه الناس موجودين ولا لا، بس قلبي كان بيقول لسه الستاره ما فتحتش، اول مره اقف على المسرح اللي هو عادي انا طلعت في برامج كتير بس مش مسرح، الدنيا ضلمه اصلا، الناس مش تحت، انا عماله امثل نفسي وبس، ما اعرفش في ناس ولا لا، مش شايفه ناس ولا لا، بس كنت فرحانه. بس بعدها في مشهد لما النور جه كنت طبعا قلقانه بس بعد كده واحده واحده لحد ما خلاص تعودت ان انا اقف على خشبه مسرح. هايل. في الاول كانت زمان كانت بتشوف الناس ايه وما اعرفش ايه، بس لكن دلوقتي عادي ناس موجودين مفيش اي مشكله. انا بحييكوا الحقيقه. انا عايزه احيي محمد علام، يعني محمد كاتب العمل مسرحيه العطر والمخرج، واعتقد ما فيش حد في الشباب هنا ما اتكلمش عن دوره في تشجيعه ودعمه، فانت جميل يا محمد. وشوف تشجيعك ده، يعني لما تقول لك مادونا انا خايفه ولا ومش هعرف امثل تقول لها انت هتعملي كذا، لما تشجع بقيه الشباب احمد جمال قال فيك كلام قد كده، واحمد عبد النبي وكل ابطال المسرحيه، فانا حقيقه بوجه تحيه كبيره جدا لمحمد علام، تحياتي ليك يا محمد. ساره بقى عايزه اتكلم معاكي، وممكن واحنا بندردش مع ساره يا شباب نفكر الناس بكده لقطات بعد اذنكم من المسرحيه من العرض المسرحي. ساره قولي لي بقى العمل، انت بتشتغلي مترجمه في المسرحيه طبعا؟ بتشتغلي معاهم. العمل بقى ازاي مع الجمهور؟ الجمهور متفاعل ازاي مع الشباب دول على المسرح؟ انت بتشوفي وبتسمعي تعليقات الناس ايه؟ تعليقات الناس، انا ببقى قاعده اصلا اخر صف خالص، ببقى حاطه في دماغي ان انا عايزه اعرف الناس المشهد ده بعد ما بيخلص الناس هتعمل ايه؟ بلاقي الناس اللي بيصفروا واللي هم عايزين يطلعوا كل طاقه عندهم. انا بالنسبه لي عشان اتعودت على المسرحيه ممكن في حاجات ابقى شايفاها بالنسبه لي ما تاثرنيش على قد ما هي تاثرهم هم، بس ببقى شايفه ان هي اثرت فيكم. طب دي حاجه فرحتني. احنا بنخلص انا ببقى شايفه الناس، ما فيش حد بيخرج من المسرح مش معيط، حتى الشباب، الله، الرجاله اللي بتقول ان احنا ما بنعيطش غير على حاجات معينه. لا، المسرحيه دي هزت رجاله كتير جدا، هزت احمد داود شخصيا، هزت امينه خليل كانت قاعده في صور ليها رياكشناتها مع كل مشهد اللي هو انا مش ملحق اضحك واتاثر واعيط واتفاجئ. لا يعني احنا عرفنا نوصل لامينه خليل، عرفنا نوصل لفنانين كبار جدا ان هم يعيطوا ويضحكوا، دي بالنسبه لنا نجاح طبعا. فلما احنا نشوف فنانين بنفسهم ان هم يتاثروا طبعا، دي حاجه كبيره جدا. انا عايزه الشباب وانت ترجمي لهم واللقطات دي على المسرح بقى يحكوا للناس عن الحماسه دي، يحكوا للناس عن الاداء المسرحي ده، التيم ورك، العمل، الجروب، توصيل الاحساس ده للناس وهي قاعده، عشان في النهايه الناس اللي قاعده بتتفرج على المسرحيه تحصل لهم الحاله اللي كنت تحكي عليها دي يا ساره، ما بين الفرح والضحك وما بين الحزن والوجع والبكا. احمد جمال، ساعات هو بيقول في حته بيقولها في المسرحيه، ساعات كتير بحس ان كل الناس بتخاف مني وان كلهم لما بيشوفوني بيهربوا، اصلا انا طيب، بس جرب ان انت تتعامل معايا وبعد كده شوف انا حلو ولا وحش. yeah. بس انا بحبكم كلكم. يا احمد كان احمد عبد النبي برضو كان قال حاجه
دلوقتي انا نفسي اعمل حاجات كتير قوي، بس حاجة ما تكونش عيب، بس ما تجبرنيش اكون ان انا اكون نجار وخياط. ليه؟ ما انا نفسي ان انا ابقى لاعب كرة، بس انا نفسي ان انا ابقى لاعب كرة كبير جدا جدا. هو بيقول الكلام ده في المسرحية. طيب مادونا بقى ايه اكتر جملة يا مادونا بتقوليها في مسرحية بتحبيها؟ واضح ان احمد جمال عنده جملة حلوة لمادونا. اكتر حاجة انت بتحبيها قوي عاوزة تقوليها عادي عشان الناس يعرف في المسرحية. انت في مشهد بنات كتير من الصم بتتعرض. بصي الجمال، بصي من غير اقطع كلمه، بصي الجمال يا ساره، بصي الجمال، يعني بصي حماسه وروح حلوه بجد. بحييكوا يعني، بحييكوا يعني. وده مادونا، انت قاعده على الارض ليه يا مادونا؟ انت قاعده على الارض ليه يا مادونا؟ المفروض هيتعلموا لغه اشاره مع بعض يعني، فكان بيقعدوا مع بعض. وده المزيج بين المتكلم وبين اللي عنده، ان هم يعلموا بعض يعني، ان هم كانوا قاعدوا مع بعض عشان يعلموا بعض اشاره، وكل واحد على المسرح عارف موقعه فين وجملته ايه وبيقول ايه. طيب قولي لي بقى الجمله اللي كانت بتقولها مادونا. عاوزه كنت هي بتقول، هي عايزه تقول على 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 حاجه جزء كده ده موجود في بنات كتير من بنات الصم وضعف السمع، اللي شباب سواء متكلمين او بيبقى العكس بيبقوا شايفينه وبيكسروا قلوب الناس دي كتير جدا. فقولي. هي كانت بتقول قبل كده كنت قاعده في البلكونه كنت بتفرج عادي، وفجاه شفت ولد جميل قوي وحلو قوي، هو متكلم وانا صم. طب انا اعمل ايه؟ قعدت اشاور له انت شايفني؟ طب انت سامعني؟ ما كنتش انت عسل قوي قوي، اللي هو انت جميل، فنفسي ان احنا نتواصل. بس معلش، تاني يوم فتحت البلكونه الولد مش موجود. كلمت صاحبتي اللي ساكنه عنده، قلت لها هو فين؟ شوفيه. قالت لها ده عيان. فلما قالت لها عيان ليه؟ انا نفسي ان هو يكون كويس وانا اللي عيان. بعد كده كنت صعب عليا. تالت يوم فتحت البلكونه وببص ولقيت في انوار كتير، وفرحت قوي، قلت اكيد ده هو جاي خلاص بقى يجي يخطبني بقى، وكنت فرحانه ان هو يجي يخطبني والبس الفستان الابيض وان هو لابس بدله، قلت خلاص بقى هو جاي يخطبني انا. في الاخر فجاه لقيته مع بنت تانية لابسه عروسه، فلو هيخطبها هي وانا لا، عشان انا صم وهي متكلمه، بس انا بحبه وانا كان نفسي جدا ان انا اروح واقول له ان انا بحبك. كانت نفسها تقول له كده، فبس انا ما بعرفش اتكلم، بس الحب مش بالكلام، الحب بالاحساس. الله 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 عليكي، احساسك جميل وبتوصل لنا الفكره والحاجه بطريقه حلوه جدا. انت هتخلينا كلنا نقف معاكي في البلكونه يا مادونا على فكره. انا جايه، انا خلص الحلقه وجايه اقف معاكي في البلكونه لما اشوفه ده. هاتهولي هنا، تعالى هنا، ازاي تسيب القمر دي يا فندم. جميل جميل، احساس جميل قوي. المسرحيه بقى قولي لي، المسرحيه عرضها امتى وتخلص امتى، والناس اللي لسه ما جوش ممكن يروح وامتى يتفرجوا عليها؟ هي المسرحيه حاليا بتتعرض على مسرح اوبرا ملك بعد جامع الفتح في رمسيس. هي شغاله دلوقتي، هتخلص يوم السبت الجاي 16 ديسمبر. هي شغاله كل الايام ولا بتشتغل خميس جمعه سبت؟ وهتخلص يوم السبت الجاي، وهنوقف عشان الامتحانات طبعا، وهنرجع نفتح تاني في اجاز نص السنه. بتعرض الساعه 7 مساء، يعني لما جاش العطر يقدر في ايده ان هو يجي يتفرج على الشباب الجميل ده ان شاء الله الخميس والجمعه والسبت باذن الله. إن شاء الله. مسرح اوبرا ملك في رمسيس بعد جامع الفتح. بتبدا الساعه كام المسرح؟ بتبدا الساعه 7. ومدتها قد ايه؟ ساعه بالظبط، ساعه واحده. ساعه، وساعه بتلحقوا تقدموا فيها الفكره كلها؟ طبعا بتلحقوا. طبعا في ساعه، ولو في بروجيكتور، في احنا عندنا قصه برضو بس بروجيكتور وكده، لو موجوده بتبقى ساعه ويعني وشويه. الله. طيب انا عايزه بقى اخد كلمات اخيره من الشباب كل واحد فيهم، وده السؤال اللي دايما بحب اختم بيه لقائي مع اي حد عنده تحدي هايل لاي اعاقه ربنا اداها له. احمد جمال، نفسك تقول ايه لو انت دلوقتي متخيل انه مصر كلها العالم كله بيتفرج عليك، عايز تقول لهم ايه؟ انا حاسس ان انا كتير زعلت جدا عشان في المتكلمين كلهم الفنانين وصلنا لهم كتير على مسرحيه العطر وشافونا، بس ما جوش عشان ممكن يكونوا فاكرين ان احنا عاديين. ناس كتير صحابنا قلنا، بس انا نفسي جدا الفنانين لازم
مهم جدا ان هم يجوا عشان يشوفونا، عشان احنا مش فنانين بس ناس سهله، احنا ابطال. انتوا فاكرين احنا سم وعبط؟ لا احنا مش كده، احنا ممتازين جدا. سيف ممتاز، في اشخاص كتير جدا ممتازين. تعالوا هتحسونا، احنا عايزين نعمل افلام ومسلسلات وغنى وفي سم بيعرفوا يغنوا. احمد جمال انت بتعرف تغني؟ لا لا نسمع، لا نسمع بيغني نوبي وبيغني فنانين. طب لا نسمع حاجه صغيره والنبي يا شباب استنوا. يلا يلا لازم نغني كلنا هنسمع يلا. لا وبعد كده نتمتع يكلمني وتعلم مني وزعلان مني. ايه ده يا قلبي ايه ده واستنى حلم ده ولا بتمنى؟ هو ده حبيبنا انت وابنا، هو ده اسمه هي دي رنجة. ايوه يا حبيبي بحبك قوي، كنت فين تبعتني عني؟ ايوه يا حبيبي وحشتني قوي من تمام البعد جنن. ولا اقول لك الله الله الموهبه دي. لا يعني تمثيل وغنى كمان. بحييك يا احمد بحييك. معلش في ثواني لانه لازم خلاص نختم الحلقه، بس برضو احمد عبد النبي يوجه رساله يقول نفسه في ايه، بس في ثواني معلش يا ساره. هو بيقول هو بيفكر في المستقبل للصم، بيفكر ان احنا بفكر في مستقبلنا كصم. احنا نفسنا احنا في التلفزيون، هما بيتكلموا في التلفزيون ما ببقاش فاهم حاجه خالص. اقعد اقول لاهلي امي ووالدي مش شايفين حتى الشاشه الصغيره، ما نعرفش نشوفها. انا بس احنا عملنا مسرحيه ان شاء الله هنعمل فيلم، لازم يبقى احنا شاشه كامله الصم يبقوا مبسوطين. لما احنا ما بنشوفش التلفزيون بننزل ما بنقعدش نتفرج، احنا عايزين نقعد في البيت ونتفرج. عايزين يبقى لينا مستقبل كبير، احنا كفنانين عايزين يبقى ده لينا ان شاء الله. هايل يا احمد بشكرك. مادونا نفسي قوي ان العطر دي تروح بينا في كل مكان، مش تبقى بس في القاهره لان ناس كتير بتتمناها. احنا نفسنا نبقى برضو نسافر بره ونعمل مسرحياتنا دي بره عشان نفهم العالم كله احنا ايه، عشان الناس كلها تجينا وتبقى فاهمانا. انا بشكركم جزيل الشكر مادونا، شكرا ليك يا مادونا، واحمد عبد النبي شكرا ليك، واحمد جمال شكرا ليك. عايزه اقول لكم انه صباح دريم ده اعتبروه بيتكم التاني، وده حقيقه مش كلام، ده منبر ليكم منين ما تكون عايزين توصلوا افكاركم انتوا كل زملائكم. يا اهلا وسهلا بيكم في اي وقت، تنورونا واحنا لينا الشرف ان انتوا تكونوا ضيوف معانا هنا. بشكركم نورتونا. ساره انا بشكرك جدا حقيقي، نورتينا ساره الجهري، وربنا يوفقكم يا رب ان شاء الله باذن الله. الله وان شاء الله زي ما مادونا تمنت وزي ما الشباب تمنوا ان احنا باذن الله ننطلق بمسرحيه العطر دي الى باقي المحافظات وللعالم كله، تبقى مسرحيه ميد ان ايجيبت بس بنسبه 100%. انا بشكرك يا ساره شكرا ليكي. شكرا. انا بشكر حضراتكم واتمنى انه يبقى عندنا قناعه بحاجه مهمه قوي، انه الشباب دول لما احنا كدوله وكاجهزه احنا اللي نجري عليهم. هو في اي تعاون جالكم يا ساره من اي وزاره، وزاره الثقافه مثلا دعمتكم؟ لا لا, لا ما فيش وزاره كانت بتجيلنا. لا 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 في دلوقتي يعني وزاره الثقافه مثلا قدمت لكم اي دعم؟ ما فيش اي دعم، حتى المسرحيه ما لهاش الميزانيه بتاعتها كمان حتى قليله جدا، ما لهاش دعم. الدعايه حتى المسرحيات الثانيه بيجي لها دعم كبير، تتحط في المترو اعلانات ليهم، بيتحط في اماكن. احنا مجرد لوحه واحده جنب المسرح بس، يعني ملهاش اي حاجه. طيب بس عشان نكون بنتكلم كلام منطقي، يعني كلام منطقي، يعني لو احنا بنتكلم انه 2018 الرئيس قايل انه يكون عام ذوي الاحتياجات الخاصه بما فيها طبعا اصحاب الاعاقه السمعيه والقدره على التخاطب والكلام، ما ينفعش ده تبقى دي الصوره. ما ينفعش عندي شباب زي الفل كده بيقدم عمل مسرحي وعندهم المواهب دي وعندهم هذا القدر من الحماس وحب العمل والوطن وعايزين يتحدوا الإعاقة وعايزين يقولوا للعالم إحنا صحيح صم وضعاف السمع لكن إحنا مش أقل من أي حد تاني، وما ينفعش الدولة ما تعملهمش أي حاجة. ما ينفعش الناس دي تقدم مسرحية كاملة متكاملة محترمة راقية على خشبة المسرح، وزارة الثقافة حتى ما تقولهمش سلام عليكم أنتوا عايزين إيه. يعني يا معالي وزير الثقافة ويا سادة يا مسؤولين، زيارة صغيرة كده للشباب دول تفرق معاهم قوي، تفرق معاهم جدا. لو مش هنهتم بدول هنهتم بمين؟
بشكركم، اشوفكم بكره ان شاء الله على خير 9 صباحا في صباح كريم.